محنة هي عالم من أميات قدبتها لله ثم مضيت في ركب الهدى. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة هي منحة هي محنة هي عالم من أميات قدبتها لله ثم مضيت في ركب الهدى. أما طريقي فهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 16 من نقد كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي. عبد الحسين شرف الدين الموسوي ينسب هذه المراسلات والمناظرات والمناقشات إلى شيخ الأزهر سليم البشري، يقول أن هناك مناقشات ومراجعات وسؤالات حصلت بينهم كان من نتيجتها وإثرها أن تحول شيخ الأزهر سليم البشري إلى دين الاثني عشرية. بينا في الحلقة الماضية من يعني كثير من الأدلة على وضع هذه المراجعات والمراسلات على لسان شيخ الأزهر سليم البشري، وكذلك أن هذه المراسلات لم ينشرها إلا بعد وفاة شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله تبارك وتعالى. وبينا كيف أن عبد الحسين في الحلقة الماضية كيف أنه يذهب إلى كلام زين العابدين مثلا في الصحيفة السجادية ويأخذه ويقتبس منه وينسبه إلى شيخ الأزهر أنه تكلم به للثناء والإطناب على عبد الحسين شرف الدين الموسوي ومكانته العلمية. حقيقة بيان مثل هذه الأكاذيب تستوجب على علماء الإمامية أن يهبوا للذود والدفاع عن كتابهم المراجعات. الآن 16 حلقة تكلمنا فيها ورددنا على هذا الكتاب الذي يتحدى فيه التيجاني، يقول أن أتحداكم أن تستخرجوا منه كذبة واحدة، وها نحن نستخرج منه عدة أكاذيب، ونتحدى التيجاني وكثير من علماء الشيعة أن يقوموا بالرد على نقدنا وتفنيدنا لكتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي. لماذا الآن لا نسمع اتصالا واحدا من علماء الشيعة أو من المتصلين الشيعة أن يردوا ويدافعوا عن عبد الحسين شرف الدين الموسوي؟ لماذا لم تدافع عن هذه الأكاذيب الواضحة؟ لماذا لم تدافع عن نقاشنا لأدلة عبد الحسين شرف الدين الموسوي؟ ننتظر اتصالات علماء الإمامية ومشاركتهم معنا في مناقشة هذا الكتاب. ورحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور أبو فاطمة عثمان محمد الخميس حفظه الله تبارك وتعالى، صاحب الدكتوراه في الحديث النبوي. أهلا بك شيخي الحبيب. يا مرحبا بكم، وحياكم الله ونفع الله بكم وبكم شيخنا، وحيا الله إخواننا المشاهدين جميعا. اللهم أمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواتك في ميزان حسناتك. أمين أجمعين. الله يحفظكم شيخنا. كذلك أنتم نرحب بكم ونسعد باتصالاتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر على الشاشة، كما يمكنكم التواصل والسؤال والاستفسار عبر حسابنا في تويتر. شيخي الحبيب، تحدثنا في الحلقة الماضية عن حديث المنزلة. نعم صحيح. وبعض النقاط الأخرى. نعم صحيح. هل لكم تعليق أو مقدمة أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فابتداء إن سمحت لي أبدأ المقدمة عن سوريا الشام. كما لا يخفى على الجميع الآن الهجمة الشرسة التي هي على سوريا، وهي من طرفين. الطرف الأول وهو أهل العدوان، وهو الجيش السوري ومن جمع تحت لوائه من نصيرية وغيرهم، ثم الحرس الجمهوري الإيراني،
ثم حزب الله من إيران من لبنان وهو تابع لإيران على كل حال، وبعض جيش العراقي كما ذكر الكثيرون من رأوهم هناك وغيرهم. هذا القسم. القسم الثاني وطبعا معهم روسيا حيث تمده بالسلاح، والقسم الثاني وهم الطرف الآخر الذي يجعجع كثيرا في سنفعل وسنفعل وهيدول أوروبا وأمريكا وغيرها. نعم. ولم يفعلوا شيئا إلى الآن. وأنا من خلالكم أقول ليتذكر المسلمون جميعا معركة مؤتة. كان عدد المسلمين 3000 مقابل 200,000 ألف من نصارى الروم وألف 100,000 من نصارى الروم 100,000 من نصارى العرب، ومع هذا نصرهم الله. الله أكبر. والمشهور أيضا في قول الله تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أن جيش طالوت أول ما خرج للقتال قالوا إنه قدر ب80,000 ثم ما زالوا يتناقصون، كما ذكر الله تبارك وتعالى أن طالوت عليه الصلاة والسلام قال إن الله مبتليكم بنهر من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، قال فشربوا منه إلا قليلا منه، فشرب مجموعة كبيرة جدا وعصوا أمره طالوت فتركهم. فلما برز لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، هذا الذي لم يشربوا أو اغترفوا غرفة بأيديهم، أو لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فانسحبوا. حتى قيل من 80,000 لم يبقى مع طالوت إلا 310. لا إله. وذاك يقول البراء كنا نقول يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن عدد جيش بدر هو عدد جيش طالوت، ومنهم داود عليه الصلاة والسلام. لكن في النهاية قول الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله. الله أكبر. فالنصر عند الله تبارك وتعالى غير مرتبط بالعدد بل ولا بالعدة. أهم شيء العدة الإيمانية. إذا عد الإنسان العدة الإيمانية نصره الله تبارك وتعالى. ألم يرسل الله تبارك وتعالى جنودا من عنده سبحانه وتعالى؟ أرسل ملائكة بلى إن تصبر وتتق ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة. فالله تبارك وتعالى مد صحابة الملائكة، والله جل وعلا لا يغلبه أحد، وأمره إذا رأى شيء إنما يقول له كن فيكون انتهي كل شيء. فأقول لإخواننا السوريين وللمجاهدين هناك جميعا سواء كان من السوري أو من غيرهم، أقول لهم ثقوا بنصر الله تبارك وتعالى، وإن الله سينصركم سبحانه وتعالى. وأقول لعامة المسلمين لا تخذلوه، لا تخذلوه، هم الآن في أشد الحاجة للدعم في المال لشراء السلاح والأكل واللباس والسكنة وتوفير حاجيات أهاليهم والاطمئنان عليهم. أقول لا تبخلوا عليهم، جاهدوا بأموالكم، أقولها صراحة لجميع المسلمين جاهدوا بأموالكم. وهذا الأمر ليس مستحبا، هذا الأمر واجب. يجب على المسلمين اليوم أن ينصروا إخوانهم هناك بكل ما يستطيعون، فليتقوا الله فيهم وليبادروا بذلك. يعني ولا ينتظر البعض، بعض البعض يتعلل يقول أين حكوماتنا أين حكوماتنا، كفانا تعليق اللوم على الآخرين. طيب حكومات ما نصرت ما ننصر، حكومات ما فعلت ما نفعل، هذا ما هو عذر، هذا ليس عذرا لنا. الله تبارك وتعالى لا يقول لنا يوم القيامة لما لم تنصروهم، فنقول له حكوماتنا لم تنصر، يقول خلاص معذورين، لا أبدا. وإنما لا يعذر الإنسان إلا يعني على عجزه فقط، أما إذا لم يعجز فعليه ينصرهم. وقل لعامة المسلمين اتقوا الله في إخوانكم انصروهم، وإن شاء الله نصر قريب، وصلى الله تبارك وتعالى يعجل بذلك. اللهم آمين. إيه نعم، لكن لا بد أن نفعل شيئا، والله المستعان. نعود إلى موضوعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا. الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم. يعني فالإنسان مطالب ولو بواحدة. صحيح صحيح. بقدر الاستطاع. صحيح. فالإنسان لا يهمل هذه الأوامر. والمسلمون ولله الحمد والمنة، أقول لهم ذكرتني ذكرك الله الشهادة. أمين. أقول ألذوا بالدعاء، أكثر من الدعاء لهم أن الله ينصرهم أن الله يثبتهم وأن الله سبحانه وتعالى يقويهم. هذا من جهاد اللسان. إيه نعم إيه نعم إيه نعم. أكثر من الدعاء لهم. وجزاك الله خير ذكرك الله الشهادة. أمين. طيب
جزاك الله. أنا أريد أن أعلق على كلامك الذي ذكرته ابتداء في منزلة هذا الكتاب عندهم. يعني الآن إحنا وصلنا إلى المراجعة قريب من 30 الآن، وظهرت أمور خاصة من الأكاذيب والتدليس وال كذب فاضح، سواء كذب على أهل السنة أو كذب على شيخ الأزهر في دعوة أن هذه الرسائل، يعني إلى الآن نسب إلى شيخ الأزهر 15 رسالة وهي ليست له، يعني وهو سينسب له ختاما 56 رسالة. طيب أنا فقط أذكر المشاهدين الكرام منزلة الكتاب. منزلة الكتاب أحسنت، عند علماء الشيعة. جميل. أولا الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف، معروف الخوئي، قال عن عبد الحسين، قال العلامة سيد الفقهاء والمجتهدين حجة الإسلام. وأما هذا الكتاب الذي نناقشه فقال عنه، قال تشرفت بزيارة مؤلفكم السامي المزيح للشبهات المسمى بالمراجعات، ولعمري إنه مؤلف يعجز عن وصفه أرقى مدحة المادح، ووصف الواصف لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. هذا الخوي يقول عن هذا الكتاب الذي نتكلم عنه. مرتضى الياسين المرجع الشيعي ماذا يقول عن ابن الحسين؟ يقول سيد حماة الدين الإسلامي وكبير سدنة المذهب الإمامي، إمام العدل والدين، حجة الإسلام والمسلمين، آية الله في العالمين. أما عن الكتاب فيقول عنه فهذا كتابك العظيم وحججك البالغة وأسلوبك الحكيم وبراعتك العلمية وأقوالك المدعمة بأقوى أدلة الصدق وآياتك اللامعة في جبين الدهر ومجهودك المعلن بجدارتك عن نيابة إمام العصر. هذا مرتضى الياسين. عبد الهادي الشيرازي آية الله المرجع عندهم قال عن عبد الحسين سيدنا الأجل الحجة عماد المسلمين، ثم قال ورد علينا مؤلفكم السامي الشريف السني الزاهي الزاهر بل النور الباهر، ألا وهو كتاب المراجعات، وما هو بكتاب بل هو فصل الخطاب، كتاب تفتخر به الشيعة وتبتهج به الشريعة. محمد الغروي آية الله عندهم الحجة قال عن عبد الحسين قال سيد عباقرة المسلمين وعلم العلم والدين وملاذ الفقهاء والمجتهدين، حجة الإسلام والمسلمين. أما الكتاب فقال عنه لقد أسعدتنا أو لقد أسعدتنا الحظوظ بالوقوف على كتابكم الكريم المراجعات، ومعي دافع الشوق إلى ترتيل حروفه من البدء إلى الغاية، فإذا هو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهو ذلك القول الفصل وما هو بالهزل. كتاب الله. عبد الكريم الحائري آية الله مؤسس الحوزة العلمية في قم قال عن عبد الحسين حجة الإسلام وعماده الأقوم المجاهد في سبيله. أما الكتاب فقال عنه وقد جاءنا البريد بكتاب المراجعات الأزهرية الحاوية لإثبات الطريقة الحق من أوثق المصادر وأتقنها، والداعي إلى مذهب الإمامية بأحسن الأدلة وأمتنها. محمد مهدي الصدر يقول عن عبد الحسين علم الأمة وعلامتها وقدوتها وإمامها وحجتها الواضحة وآياتها اللائحة، وقال عن الكتاب وجدته من أجل الكتب وأعظم الأسفار، فلو نسب إلى السيد المرتضى لكان من خيرة كتبه وأئم الله، ولو رآه لقال هذا هو الشافي، بل لو رآه الكلين لقال هذا الكافي، لم تترك مقالا لقال ولا صولة لصال. محمد صادق الصدر قال عن كتاب المراجعات وهو خير ما عرف العصر الحاضر في الدراسات الإسلامية العليا غزارة في العلم وعمقا في البحث. هذا الكتاب مليء بالكذب. يا سلام. شوف كيف يمجدونه. نعم. ويثنون عليه هذا الثناء المنقطع النظير كما يصح أن يقال أتصور. طيب نبدأ بالمراجعة. شيخنا أنت أحلتنا، كنا نتكلم في نقطة هامة جدا. نعم. وحقيقة أنا لم أتحمل هذه الكذبة حقيقة اللي هي. وأنت قلت ستأتينا سابقا، ولكن أردت حقيقة أن أبينها، لأن هذا الرجل، أنا هذا الكتاب هو كتاب عبد الحسين شرف الدين الموسوي. صحيح. هذه مراد زبرها بنفسي وكتبها بيدي. طبعا هو قال ذلك، لا دخل لشيخ الأزهر أبداً فيها أبداً، ولم ينطق بكلمة واحدة منها، كذب عليه. نعم. هذه العبارة الكاذبة لا بد أن أقف عنها، وحقيقة لم أتحمل أن أصبر إلى أن نأتي لتلك المراجعة. يقول ينسب، هو يقول بنفسه لكن ينسبها، لأنه شيخ الأزهر يقول هذا الكلام في المراجعة 19، يقول بل قد يقال أن أئمتكم 12 أولى بالاتباع من الأئمة 4 وغيرهم، لأن 12 كلهم على مذهب واحد قد محصوه وقرروه بإجماع بخلاف 4، فإن الاختلاف
بينهم شائع في أبواب الفقه كلها فلا تحاط موارده ولا تضبط، إلى أن قال آخر كلام. أنا حقيقة صراحة أنا لا أتحمل هذه الكذبة الشنيعة، ونرى حقيقة اعتراف الطوسي شيخ الطائفة الطوسي في كتابه العدة في أصول الفقه، قال ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحكمة من الاختلاف الصادر على العمل بها، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، ويفتي أحدهم بما لا يفتي صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الدين. عن الشيعة تكلم عن الشيعة 22 من العبادات والأحكام عم تفرض وغير ذلك، مثل اختلاف في العدد والرؤية في الصوم واختلافهم فيها، يذكر اختلافهم وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتى أن بابا منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسائل متفاوتة الفتاوى. يقول أيضا وقد ذكرت ما ورد عنهم عن السلام في الحديث المختلفة التي تختص الفقه في كتاب المعروف بالاستبصار في كتاب ما زيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثر اختلاف الطائف في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفى شوف الآن أريد الجميع أن يركز في كلام في هذه العبارة، حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك. الله، هذا يقوله من؟ الطوسي شيخ الطائفة، يقول لو تأملت اختلاف علماء، هذا الذي يقول أن إمامهم معصوم موجود 12 موجود، الذي يعني ما استطاع أن يحل هذا الخلاف بينهم. يعني إمام، نحن عندنا إمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد نعذر لأن النبي صلى الله عليه لو حصل اجتهاد ولم، لكن عندهم إمام ويوحى إليه، يعني يفترض أنهم ليس عندهم خلاف موجود الآن لوجود المعصوم الذي يعصمهم من الخلاف. فيقول هذا عبارة خطيرة جدا، يقول لو تأملت اختلاف، حتى إنك لو تأملت اختلافات في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك. الحمد لله، عبارة صريحة واضحة جدا. هذا العدة في أصول الفقه المجلد الأول صفحة 138، وهذه العبارة لم يتحملها الخوئي في معجم رجال الخوي عندما نقل نص للطوسي، بتر هذا الموضع، لأنه يصعب علي أن يتحمل مثل هذه العبارة، أن يقول أن خلاف علمانا أشد من خلاف. وين العصمة؟ الله أكبر، وين الإمام المعصوم الموجود حاليا؟ فهذا رد، يعني لماذا هذا يعني يكذب على شيخ الأزهر؟ والله يعني شيخ الطائفة، هذه كلها دلائل على أن هذا الكتاب منحول لشيخ الأزهر، وأن الشيخ لم يرسل أي رسالة. يعني علمائهم لا يعترفون لا يقرون بهذا الكلام الذي يقول به سني. طبعاً كذب. فكيف يقول به سني أصلا؟ كذب. الله الحمد لله. طيب نكمل شيخنا وأعتذر عن القطع. طيب ماشي. وقفنا عند حديث المنزلة. نعم. يعني. المراجعة 27 يعني، حتى هو يتكلم عن الآمدي يعني. نعم. سليم ينسب له، هذا ينسب إلى سليم أنه يقول حديث المنزلة صحيح ومستفيض، لكن المدقق الآمدي وفحل الفحول في علم الأصول شك في أسانيده. قلنا هذا الكلام لم يثبت عن الآمدي، أنا رجعت إلى كلام الآمدي. نعم، نبهت على هذا. أي نعم، وقلنا أن هذا إنما شكك في دلالة الحديث وليس في سند الحديث، في الاستدلال لا في الدليل. أي نعم. نعم، واضح، يعني هذه القضية واضحة، والحديث متفق عليه. الحديث الصحيحين ما عندنا أي مشكلة مع الحديث، حيث إنه في الصحيحين. لكن كلامنا مع عبد الحسين شرف الدين الموسوي هو في دلالة الحديث، في دلالة الحديث، وهو قوله إن هذا الحديث يعني يدل على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نقرأه في المراجعة 29 عفوا، كلام شيخ الأزهر. نحن انتهينا من المراجعة 28 في الحلقة الماضية. 29 الآن. يقول 29، كلما ذكرتموه في ثبوت الحديث، حديث المنزل حق لا ريب فيه مطلقا، والآمدي عثر فيه عثر دلت على بعده عن علم الحديث وأهله، وقد أزعجناك بذكر رأيه فأحوجناك إلى توضيح الواضحات، وتلك خطيئة نستغفرك منها وأنت أهل لذلك. طيب يتودد له. نعم، نستغفرك. إيه ماشي، بس يا شيخ طيب، يعني سليم البشري رجع لكلام الآمدي، يعني كيف يقول أنه عثر إذا كان الآمدي لم يشكك في الدليل؟ هو سليم البشري نقل عن الآمدي شيئا لم يقله.
هذه مصيبة. طيب يعني كذبها تتناقل هكذا. الله المستعان. طيب حتى لو قال الآمدي هذا يعني الحين ترك النظر في أنت يا شيخ مش تحفظ الصحيحين طيب وتدري أن هذا الحديث موجود في الصحيحين، لماذا النظر في كلام الآمدي؟ بس تكثر يعني إيه ليس له قيمة تشغيب يعني. هو يريد أن يتكلم فقط. نعم. وقد بلغني أن غير الآمدي من خصومكم يزعم أن لا عموم في حديث المنزلة وأنه خاص بمورده، واستدل بسياق الحديث، وسببه لأنه إنما قال لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال له الإمام رضي الله عنه أتخلفني في النساء تخلفني في النساء والصبيان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد كونه منه بمنزلة هارون من موسى حيث استخلفه في قومه عند توجهه إلى الطور، فيكون المقصود أنت مني أيام غزوة تبوك منزلة هارون من موسى أيام غيبته في مناجاة ربه. وربما قالوا إن الحديث غير حجة، وإنما كان عاما لكونه مخصوصا، والعام المخصوص غير حجة في الباقي والسلام. نعم. يعني الآن شيخ الأزهر يقول له يعني خلاص الآمدي غلطان، انتهينا من موضوع الآمدي، لكن يقول غير الآمدي يقول ما في عموم، فقط في تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكى علي وقال تخلفني في النساء والصبي، قال ألا ترضى أن تكون من زيت هارون موسى إلا أنه نبي لا نبي بعدي، يقول الخلافة فقط في هذا الفترة، هذه الفترة رجع النبي انتهى كل شيء، فيقول هذا عام مخصوص. ماذا رد عليه الموسوي؟ يقول في المراجعة 30 نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان والعرف العربيين، وأنت حجة العرب لا تدافع ولا تنازع، فهل ترى لا تدافع لا تدافع ولا تنازع، فهل ترى أمتك أهل الضاد يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث؟ كلا، وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصادقه. فلو قلت منحتكم إنصافي مثلا، أيكون إنصافك هذا خاصا ببعض الأمور دون بعض، أم عاما شاملا لجميع مصادقه؟ معاد الله أن تراه غير عام أو يتبادر منه إلا الاستغراق. ولو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه جعلت لك ولايتي على الناس أو منزلتي منهم أو منصبي فيهم أو ملكي، فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم؟ وهل يكون مدعي التخصيص بعض الشؤون دون بعض إلا مخالفا مجازفا؟ ولو قال لأحد وزرائه لك في أيام منزلة عمر في أيام أبي بكر إلا أنك لست بصحابي، أكان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عاما؟ ما أراك والله تراه إلا عاما، ولا أرتاب في أنك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون بن موسى قياسا على نظائره في العرف واللغة، ولا سيما بعد استثناء النبوة فإنه يجعله نصا في العموم، والعرب ببابك فسلها عن ذلك. أما قول العرب يعني هو الآن يقول أبدا هذا عام، طيب وهذه من ألفاظ العموم، أنت مني بمنزلة هارون موسى أي كل منازل هارون من موسى. أما قول الخصم من الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين، الوجه الأول أن الحديث في نفسه عام كما علمت، فمورده لو سلمنا كونه خاصا لا يخرجه عن العموم، لأن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في محله. ألا ترى لو رأيت الجنب يمس آية الكرسي مثلا فقلت له لا يمسن آيات القرآن محدث، أيكون هذا خاصا بمورده أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل طيب. محدث؟ الوجه الثاني سنختصر. نعم. الوجه الثاني إن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به، وصحاحنا المتواتر عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده في موارد أخر فليراجعها الباحثون، وسنن أهل السنة تشهد بذلك كما يعلمه المتتبعون. ممتاز. وأما قولهم هذا زيادة. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى. قوله هنا إن هذا عام، طيب يعني في جميع المنازل. أولا قضية هل هذا من ألفاظ العموم أو ليس من ألفاظ العموم؟ ألفاظ العموم لا يذكر أهل العلم في الأصول أن من ألفاظ العموم اسم الجنس هذا. طيب يذكرون ألفاظ العموم كما ذكر عبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه مثلا، يقول ألفاظ العموم لفظ كل وجميع، المفرد المعرف بأل، الجمع المعرف بأل، الجنس، الأسماء الموصولة، أسماء الشروط، النكرة في سياق النفي. طيب
هذه أسماء العلو وليس هذا. طيب هذا واحد. الأمر الثاني، الأمر الثاني، نحن نقول تعال ماذا تريد بألفاظ العموم هنا الآن؟ يعني أنت مني بمنزلة هارون وموسى. الحديث واضح جدا في هذه الرحلة عندما أخرج، كما خرج موسى وترك هارون أنا كذلك أخرج وأتركك، أنت من منزلة هارون من موسى، انتهى الأمر. واضح، واضح جدا. طيب هو يقول لا، أنت مني بمنازل هارون، منزلة بمعنى منازل اسم جنس، والمقصود منازل، منازل هارون من موسى. قال ومن ضمن منازل هارون وموسى الاستخلاف. واضح؟ طيب أول الرد على هذه، أول شيء علي ليس بمنازل هارون من موسى، هارون أخ شقيق لموسى، علي ليس بأخ شقيق. هارون نبي مع موسى، علي ليس نبي. هارون أكبر من موسى سنا، علي أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب32 سنة. هارون كان وزيرا لموسى، علي لم يكن وزيرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أقوى وحدة. هارون مات قبل موسى، علي ما مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هارون كان شريكا لموسى، علي لم يكن شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اشترك علي مع هارون في الاستخلاص لما خرج موسى إلى الطور؟ طيب قال اخلفني في قومي، وبقي مع هارون كما قلنا جل بني إسرائيل، وخرج موسى ب70 رجل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكل المسلمين وما ترك إلا 5 أصناف كما ذكرنا. جميل. صنف النساء والصبية والشيوخ اللي هم ليسوا من أهل القتال، صنف المعدرون اللي هم المرضى والجرحى واللي ما عندهم فلوس وكذا، والصنف الذين أمرهم النبي بالبقاء كعلي ومحمد بن مسلمة، وصنف المنافقون، وصنف المذنبون اللي هم العشرة. جميل. هذه أصلاً 5 أصناف. فأين منازل هارون وموسى؟ ثم تعال، الأصل في الاستثناء، هو يقول الاستثناء هنا أنت مني بمنازل هارون وموسى إلا هذه، إلا إنه لا نبي بعدي. إذا استثنى النبوة. نقول أول شيء هنا إلا ليست استثناء متصلا. الاستثناء المتصل هو أن يعني يخرج شيء من الأصل. أعطيت لك مني 10 دنانير إلا دينار، الدينار من أين؟ من العشرة، من العشرة. فهذا الاستثناء، لكن هنا ما في استثناء، هنا منقطع بمعنى غير. أنت مني بمنزلة هارون لكنك لست بنبي. جميل. إلا إنه هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل، ليس جزءا منه. ثم تعال قضية القضايا ما هي؟ الخلافة، أليس كذلك؟ نعم. هو يريد ماذا؟ هو يريد أن يقول لعلي كل منازل هارون، ومن منازل هارون أنه صار خليفة لموسى. هارون لم يكن خليفة لموسى، هارون مات في التيه وقبل موسى. إذن القضية اللي بنى عليها هي لا تصح أصلا. يا سلام. مشهور في كتب أهل الكتاب وعند الذين كتبوا في قصص الأنبياء وغيرها أن هارون مات قبل موسى، فهارون إذن لم يخلف موسى، فكيف يريدون أن علي أن يخلف محمدا؟ فإذا أراد أن يقول له أنت مني منزلة هارون من موسى، إذن ما راح تخلفني. العكس صحيح. يا سلام. العكس صحيح. صح. لما يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي، خلنا نسميه استثناء متصلا لنوافق، استثناء متصل. أنت يا علي منزلة، أنت مني بمنازل هارون من موسى بس النبوة. طيب من ضمن المنازل أن هارون مات قبل موسى ولم يخلفه، إذن لن تخلفني يا علي. يا سلام. لن تخلفني لأن هارون لم يخلف موسى. إذن الدليل انقلب على وهو كذلك. هو كذلك ليس دليلا لهم بل هو دليل عليهم، لأن هارون لم يخلف موسى صلاة ربي وسلام، مات قبل موسى، فكيف يريد أن يستدلوا بالإمامة على هذا من هذا الحديث؟ هذا لا يمكن أبدا. ثم تعال، أنا استغرب من كلامه هنا، يعني عجيب كلامه، عجيب سبحان الله الذي قرأته قبل قليل، اللي هي موارد الحديث. يقول إن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به، وصحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده في مواضع أخرى. أنا ما مللت، لكن التكرار، هل الواحد يمل من التكرار؟ زين، وليس الملل
من محاولة إقناع الناس أو إيصال الحق لهم حقيقة. يعني الآن الرجل يصرح الآن يقول صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة, صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة تثبت أنه قال له أنت مني من سهر موسى في أكثر من موضع. أنا وجه رسالة لجميع الشيعة الاثني عشرية, أعطوني حديثا واحدا متواترا زين في هذه القضية صحيح. جميل. واحد واحد هو يقول صحاحنا المتواترة, يعني أكثر من حديث متواتر. أنا أريد حديثا واحدا متواترا ليظهر كذب هذا الرجل لم يقول صحاحنا المتواترة. أنا أقول لهم أريد حديثا واحدا صحيحا متواترا, بل والله الذي لا إله إلا هو أريد حديثا واحدا صحيحا ولو كان غير متواتر. أعيد ما قلته في حديث الدار, لما قلنا في حديث الدار يعني أنا أطلب إسنادا واحدا وأنتم أطلبوا التواتر كما ادعاه هؤلاء الذين ذكرت أقوالهم قبل قليل, الخوئي والشيرازي والغروي والمرتضى الياسين, صحيح أكثرهم ماتوا طيب تلاميذهم موجودون وعلماء الشيعة الباقون موجودون, الذين قالوا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفي, الذين قالوا ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهو الفصل ليس بالهزل, ما قالوا هذا عن الكتاب. هؤلاء اذهبوا إليهم إلى تلاميذهم إلى مشايخكم إلى مراجعكم اليوم, قولوا تعالوا هذا الكلام الذي قالوا عن هذا الكتاب قالوا حقيقة ولا لا, هل فعلا الكتاب كذلك؟ الرجل يقول عندنا أحاديث متواترة في حديث الدار, روحوا لهم أرونا الأحاديث المتواترة. يقول عندنا حديث, يقول هذا عندنا حديث متواترة في حديث الأحاديث وليس حديث أحاديث متواترة في حديث المنزلة, روحوا لهم أرونا نبي نشوف نريد أن نرى. لا تصير القضية مثل المهدي المنتظر, المهدي موجود بس ما حد يشوفه, يعني لا تصير القضية هكذا تروحون حق علماءك يقول أحاديث متواترة موجودة كثيرة بس مو شغلكم, هذا مو شغلكم, موجودة أحاديث متواترة بس أنتم ارجعوا لأهلكم يلا, لا قلنا بنشوف. لا تكونوا إمعة, أنا أدعوهم أن لا يكونوا إمعة, أن يطالبوا أن ينظر أن يروا بأعينهم هذه الأحاديث المتواترة, هل يحضروها لنا ولنظهر كذبهم ودعاواهم الباطلة. نحن نقول لا يوجد, أنا أقول لا يوجد طيب. جميل. ونطالبهم أن يذهبوا إلى علماء يقول الناس تحدوننا. حسنت. الناس يقولون ما عندنا تكفون أرونا نبي نشوف خلنا نعرض عليهم. طيب ليش خشونا؟ لماذا نحن عندما نقول أحاديث متواترة عندنا كتب في الأحاديث المتواترة, الأزهار المتناثرة وغيره كتب في الأحاديث المتواترة, أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعند أحد المسلمين نقول هذا حديث متواتر وحاتنا كثيرة الحمد لله أكثر من 150 حديث متواتر عندنا. طيب أنتم تقول عندكم حديث متواترة أحضروها, وأنا أريد إسنادا واحدا فقط, إسنادا واحدا صحيح في المنزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, في المنزلة كساء غدير خم الدار أي شيء أنا متساهل جدا معهم أي شيء طلعوا لنا حديث واحد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم, قسم بالله ما لهم علاقة بالنبي ولا لهم علاقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. ليس لهم إسناد واحد للقرآن الكريم ونحن ننقله بالتواتر. الله. والتواتر موجود طيب قرآن ولا نعم. لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفونه أصلا, ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيأتينا في مراجعة ضمن 62 مراجعة 62 حسب ظني تفتح عليها 62 وعليك أمر مراجعة رقم 62 أظن 62 أيوة 62 صحيح أيوة هذه 62 أيوة 62 يكون نعم عندنا من النصوص التي لا يعرفها أهل السنة صحاح متواترة ممتاز من طريق العترة الطاهرة. أنا أقول للشيعة هذه المراجعة يقول عندنا من النصوص التي لا يعرفها أهل السنة صحاح متواترة من طريق
العتر نتلو عليك منها 40 حديثا. إيش صحاح؟ متواترة من طريق العترة. العترة نتلو عليك منها 40 حديثا. هذه أقوى 40 حديث عنده. جميل. أنا كل اللي أطلبه من الشيعة ينتظرون بس. حنا الحين رقم 29. نعم. هذه رقم 62. عبد الحسين هنا ذكر أقوى 40 حديث في هذه المسألة موضوع الإمامة. يقول عندنا من النصوص التي لا يعرفها أهل السنة صحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة نتلو عليك منها 40 حديثا. جميل. كلها ضعيفة وعلى شروط الشيعة وليس على شروطنا. الله أكبر. وهو يقول شنو؟ متواترة. أنا أقول القضية سهلة جدا. اصبر وما صبرك إلا بالله. صبر بس صبر. نعم. أعطونا فرصة إلى أن نصل إلى 62. يتابع معنا. تابع معنا. نعم. حتى نصل إلى 62 مراجعة رقم 62 إن شاء الله تعالى. نعم. وأنتم ترون كيف أن هذه دعوة باطلة. زين؟ سيذكر أقوى 40 حديث عندهم. وسنفند هذه الأحاديث سنظهر أنها ضعيفة عندهم فضلا عن أن تكون متواترة ضعيفة. يا سلام. فضلا عن أن تكون متواترة حتى يعلم هؤلاء أن دينهم حرفان بس هاء وشين هش والله الذي لا إله هش. إذا كان هذا أقوى ما عندهم حنا عندنا مثل يقول أقوى ما في خيلك أركبه. نعم. زين؟ وهذا الرجل سيأتينا بأربعين حديثا هي أقوى ما عنده من حديث العترة متواترة وسنرى إن شاء الله تعالى. جميل. والآن من الآن إلى هذا حضروا لنا نقول لهم أنا الآن أقول لكم 40 حديث ذكرها كلها باطلة. يا سلام. عندكم الآن من الآن إلى أن نصل إلى 62 اذهبوا إلى علمائكم قولوا تعالوا الأربعين حديث التي سيذكرها في المراجعة 62 تكفون تشوفون هل هي صحيحة ولا ضعيفة. اسألوا علماءكم إذا قالوا لكم صحيحة زين أنا سأظهر لكم كذب علمائكم أيضا وإذا قالوا لكم ضعيفة زين فاعلموا كذب عبد الحسين الله لما الله. قال صحيحة يا سلام. متواترة يا ما نبي أكثر من هذا والله المستعان. الله يشيبك. طيب جميل. بعد هذا بعد هذه إذا قوله أنه لا يرتابون في عموم هذا كان باطل وليس هناك عموم بل هي منزل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وانعزل بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هو إيش؟ يقول أنت من منزلة هارون موسى إلا أنا نبي بعد كل المنازل طيب ومنها الاستخلاف. طيب نعم. طيب علي رضي الله عنه لما رجع النبي من تبوك أو خلى لما راح لتبوك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عليا على المدينة ولا على كل بلاد الإسلام؟ على المدينة. وين بلاد الإسلام الثانية؟ وين مكة؟ وين الطائف؟ وين باقي البلاد؟ جميل. التي دخلت في الإسلام اليمن وغيرها. جميل. زين هذه شغلة. شغلة ثانية. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هل كان علي هو الخليفة أيضا ولا عزل؟ عزل. عزل. طيب بعدها سافر النبي إلى الحج ما ترك عليا في المدينة. حسنت. كلام يعني هي مرة واحدة وانتهى الأمر يعني. نعم. فدعوة أنه يعني عليا أن عليا كان هو الخليفة دائما هذا كلام كذلك شيخنا يعني علي ما فهم من الحديث من أمر النبي الاستخلاف ذهب يبكي وراءه وكذا. نعم. نعم. كلهم فهموا إلا علي. كلهم فهموا إلا علي رضي الله عن علي. هم يعيبون على صحابة رسول الله وعلى عمر ويقولون اجتهد مقابل النص عندما قال حسنا. طيب علي اجتهد مقابل النص هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. يقول من ثقل التي بعدها. طيب خلنا نشوف ايش رد شيخ الأزهر. يلا تفضل. ماذا رد شيخ الأزهر؟ تفضل. يقول لم تأتي بما يثبت المراجعة رقم 30 ها 31 31 يقول لم تأتي ما يثبت ورود الحديث في غير تبوك وما أشوقني إلى الورود على سائر موارده العذبة فهل لك أن تردني مناهله والسلام. ولم يناقش في عموم المنزلة وهذا أبدا لا حول تسليم تام مع أنه أصولي شيخ الأزهر
تسليم تام. طيب ذكر مورده رد عبد الحسين عليه ماذا قال؟ من موارده يوم حدث صلى الله عليه وآله وسلم أم سليم وكانت من أهل السوابق والحجة ولها المكان من رسول الله صلى الله طيب. عليه وآله وسلم الحديث إيه ماذا قال لها؟ ثم يقول فقال لها في بعض الأيام يا أم سليم إن عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني منزلة هارون من موسى. هذا مورد آخر. نعم. المورد الأول قاله لعلي لما خرج إلى تبوك. نعم. هذا الآن مورد آخر قاله لأم سليم. نعم سليم. إن عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي هو مني منزلة هارون من موسى. ليس في تبوك خارج تبوك. نعم. طيب. ومثله الحديث الوارد في قضية بنت حمزة حين اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى الحديث. وكذا الحديث الوارد يوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على علي فضرب بيده على منكبه ثم قال يا علي أنت أول المؤمنين إيمانا وأولهم إسلاما وأنت مني منزلة هارون من موسى الحديث. طيب. والأحاديث الواردة يوم المؤاخاة الأولى وكانت في مكة قبل الهجرة حيث آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين خاصة. ويوم المؤاخاة الثانية وكانت في المدينة بعد الهجرة بخمسة بعدها الحديث والذي بعثني بالحق والحديث الطويل قد اشتمل نعم والحديث طويل قد اشتمل على كيفية المؤاخاة وفي آخره ما هذا لفظه فقال علي يا رسول الله لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبة والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وأنت مني منزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي. فقال وما أرث منك؟ قال ما ورث الأنبياء من قبلي كتاب ربهم وسنة نبيهم وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي وأنت أخي ورفيقي. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم إخوانا على سرر متقابلين المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض. بعدين وحسبك مما جاء في المؤاخاة الثاني ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس من حديث جاء فيه إن رسول الله قال لعلي أغضبت علي حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم آخي بينك وبين أحد منهم أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى إلا أنه ليس بعدي نبي الحديث. طيب. ونحوه نحو الحديث الواردة يوم سد الأبواب غير باب علي وحسبك حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي وإنك مني منزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وعن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم سد الأبواب خطيبا فقال إن رجالا يجدون في أنفسهم شيئا أن أسكنت عليا في المسجد وأخرجتهم والله ما أخرجتهم وأسكنته بل الله أخرجهم وأسكن. إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة إلى أن قال وإن علي مني بمنزلة هارون موسى وهو أخي ولا يجوز لأحد أن ينكح فيه النساء إلا هو. وكم لهذه الموارد من نظائر لا تحصى في هذه العجالة لكن هذا القدر كاف لما أردناه من تزييف القول بأن حديث المنزلة مخصص بمورده من غزوة تبوك وأي وزن لهذا القول مع تعدد موارد الحديث. ومن ألم بالسيرة النبوية وجده صلى الله عليه وآله وسلم يصور علي أنه هارون كالفرقدين على غرار واحد. طيب. إذن عبد الحسين هنا ذكر سبعة أحاديث. طيب ذكر سبعة أحاديث وقال بعد ذلك يعني بعد أن ذكر هذه الأحاديث طيب قال وهذا القدر كاف لما أردناه من تزييف القول بأن حديث المنزلة مخصص بمورده في موارد أخرى سبعة ذكرها الآن. نعم. طيب وأي وزن لهذا القول مع تعدد موارد الحديث. تعال نشوف هذه السبعة ما قيمتها؟ هل هي صحيحة؟ ما قيمة هذه الأحاديث السبعة التي ذكرها؟ جميل. أولا هذه الموارد التي ذكرها تأبى أن تسلم لهم الدعاء بل تنفر منه طيب كما تنفر الضباء من الأسد. والله الذي لا إله إلا وهو يدعي أنها تثبت حديث المنزل لم يرد إلا مرة واحدة في تبوك
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأحاديث وهو يعلم. وشوف عفوا قبل أن أتكلم عن الأحاديث السبعة نبي نعرف شيخ الأزهر ماذا قال. تكفى شيخ الأزهر ماذا قال عن هذه الحديث السبعة؟ يقول لم يتبين لنا كنه قولكم بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصور عليا وهارون كالفرقدين على غرار واحد ومتى فعل ذلك. ماذا ارجع للموسوي. طيب ارجع للموسوي آخر جملة قالها آخر فقرة. ومن ألم بالسيرة النبوي وجده صلى الله عليه وآله وسلم يصور عليا وهارون كالفرقدين على غرار واحد. بس هذه اللي شغلت قلب شيخ الأزهر يعني ما ناقش الأحاديث السبعة ترك الأحاديث السبعة قال بس أنت قلت الفرقدين في آخر رسالة قلت الفرقدين متى قال فرقدين. طيب والأحاديث السبعة هذه لا نقاش لا كلام لا تعليق على الأحاديث السبعة فقط أنت قلت لأنه هو يبي يتكلم الموسوي يبي يتكلم فقال لا أنا أعطيك سبعة أحاديث سلم لها تماما تسليم تام وأذكر آخر كلامي فرقدين. طيب فيجي البشري طيب أحاديث مسلمة شنو الفرقدين يلا كمل ولا نقاش ولا كلمة ولا شيء أبدا نهائي من شيخ الأزهر. تعال شوف الحديث السبعة هذه التي ذكر عبد الحسين. أول حديث أم سليم الذي ذكره يا أم سليم إن علي لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني مزات هارون من موسى. هذا الحديث فيه عبد الله بن داهر الرازي رافضي ضعيف متهم بالوضع. قال ابن معين ليس بشيء ما يكتب عنه إنسان فيه خير. وقال العقيلي رافضي خبيث. وقال الذهبي قد أغنى الله عليا عن أن تقرر مناقبه بالأكاذيب والأباطيل. هذا عبد الله بن داهر. أبوه داهر لن يروي هذا الحديث عن أبيه هو يرويه عن أبيه. طيب أبوه ماذا فيه داهر بن يحيى قال هو أيضا كذاب. طيب قال الذهبي رافضي بغيض لا يتابع على بلاياه. فالحديث موضوع كذب فيه كذابان رافضيان عبد الله بن داهر وأبوه داهر. الشيخ الأزهر لا يدري عن هذا حديث موضوع. وقال الألباني عنه حديث موضوع. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ابنة حمزة. بالمناسبة شيخ الحديث هذا ذكر صاحب كتاب تشييد المراجعات الميلاني. نعم. وحقيقة وقع في خيانة علمية لأنه نعم. وقع نقل عن تاريخ ابن عساكر ولم يذكر رأي ابن عساكر في الحديث. أيه. ينقله وقال أن فيه هذا الرافضي الكذاب الذي ذكرته. ابن عساكر. إيه نعم. وهذا من الخيانة العلمية الذي وقع فيها الميلاني الذي وليس وأنا متأكد أن عبد الحسين مطلع عليها ويعرف عبد الله بن داهر وليس يعرف والده ليس مستغرب عليهم الخيانة العلمية لأن هذا أمر معتاد أصلا. أحسنت. تفضل شيخنا. الحديث الثاني تقرأه لنا حديث قضية ابنة حمزة. يا علي أنت مني بمنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قضية ابنة حمزة. قضية ابنة حمزة هذا الحديث صحيحين. جميل. حديث ابنة حمزة قصته النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء وخرج من مكة صلى الله عليه وسلم لحقت به نقرأه من الصحيح أحسن. طيب لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أراد أن يقف لما دخلها ومضى الأجل أتوا عليه فقال قل لصاحبك يخرج عمرة القضاء. النبي دخل مكة أو عفوا أراد أن يدخل مكة في السنة السادسة اللي هي عمرة الحديبية صدة صلى الله عليه وسلم واتفقوا معه على أن يأتي من السنة القادمة ليعتمر. جاء من السنة القادمة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما اعتمر خرج الآن من مكة ثلاثة أيام أذن له وهو خارج صلى الله وسلامه عليه لحقت به ابنة حمزة تناديه يا عم يا عم فتوقف لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خذني معك لأن حمزة توفي استشهد في أحد صلى الله رضي الله عنه. فلحقت ابنة حمزة بالنبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيها ثلاثة علي وجعفر وزيد بن حارثة. فقال علي رضي الله عنه هي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها زوجة فاطمة بنت عمها لأن هي بنت حمزة وأنا ابن عمها أنا أولى الناس بها. فقال جعفر هي ابنة عمي أيضا لأن علي قال هي ابنة عمي وزوجتي خالتها نعم لأنه عديل حمزة
طيب نعم. طيب أنا زوجتي أسماء بنت عميس خالة كانت حمزة. كانت زوجة لجعفر قبل أن يتزوجها أبو بكر ثم علي. نعم. نعم صحيح. فقال جعفر ابنة عمي وزوجتي خالتها. طيب نعم. فقام زيد بن حارثة قالت قال ابنة أخي، لأن النبي كان قد آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة. نعم. فقال ابنة أخي، هذا أخوي حمزة، هذه ابنة أخي. نعم. فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي علي أنت مني وأنا منك، وقال لي جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لي زيد أنت أخونا ومولانا، ثم قال هي لجعفر الخالة بمنزلة الأم، لأن عندك خالتها وهي بنت عمك، خذها يا جعفر. فحكم بها لجعفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة في الصحيحين حسنت ثابتة، ما فيها أنت مني بمنزلة هارون من موسى، من جابها؟ قال لي علي أنت مني وأنا منك، وقال لي جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لي زيد أنت أخونا ومولانا، ثم أعطاها لجعفر. وما في مناسبة أصلا لذكرها فيها، ما في مناسبة أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا كذب. نعم. نعم. طيب يقول هنا، هذه قضية حمزة عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث منكر في ذكر المنزلة، ما في ذكر المنزلة، الحديث الصحيحين ما في ذكر المنزلة. طيب رواية النسائي، هو قال عن النسائي ولا لا؟ النسائي نعم، خصائص، خصائص النسائي غير مسندة، النسائي ذكرها معلقة. جميل. قال وعن القاسم، ما قال بدون إسناد. جميل. قال وعن القاسم ابن يزيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم مهانئ عن علي، ما ذكر إسناده إلى القاسم، فهي رواية معلقة في الخصائص للنسائي. وهبيرة وهانئ متكلم فيهما، هبيرة بن يريم وهانئ بن هانئ كلاهما فيه كلام، والأقرب في هبيرة أنه مجهول. جميل. طيب الأمر الثاني فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن. نعم. طيب ويروي عن هذين، فالإسناد مهلهل، إنسان إسناد ضعيف، وهو كما قلنا مخالف لما فيه الصحيح، إسناد مضلل. طيب الثالث، وكذا الحديث الوارد يوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح عند النبي وهم متكئون على علي، فضرب بيده على منكبه ثم قال يا علي أنت أول المؤمنين إيمانا وأولهم إسلاما وأنت مني منزلة هارون موسى. الحديث هذا، هذا الحديث عندما تقرأ إسناده عن الخلفاء الراشدين، أو عفوا عن الخلفاء العباسيين، هذا إسناد مسلسل بالخلفاء، ماشي؟ الحديث رقم 3 عدل؟ نعم. شوف أخرجه أبو أحمد الحاكم وابن عساكر من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري وصيل المو، حدثنا أمير المؤمنين المؤمن قال حدثنا أمير المؤمنين الرشيد قال حدثنا أمير المؤمنين المنصور عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال سمعت عمر الخطاب، وعنده جماعة. هؤلاء كلهم لا تعرف عدالتهم، ومنهم المأمون الذي كان يقول بخلقي القرآن لا تعرف عدالتهم. طيب ولا يعرفون بالرواية عند أهل العلم، لا يعرفون، ولا واحد فيهم مشهور بالرواية عند أهل العلم، حتى يقال في حفظه، في حفظه، في أداء، لا يعرف فيهم أحد بالرواية، وإن كانوا خلفاء لكن لا يعرفون بالرواية. وذكره المتقي الهندي وقال فيه الأبزاري وهو كذاب، فكيف بعد ذلك يستدل بمثال الحديث؟ وأين شيخ الأزهر عن هذا؟ أبدا ولا كلمة عن شيخ الأزهر. والحديث ذكره الألباني وقال الحديث منكر، ذكره الألباني وقال الحديث منكر. طيب الرابع، تبقى معنا أربع حديث نأخذها بعد الفاصل إن شاء الله. لا بأس، ترتاح قليلا. لا بأس، كتب الله أجرك شيخنا الحبيب. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل الضلال. شوف هاي الوصال يعني تنور مع الحقد، فضائية الوصال يقول كراهية أنت عميل في قناة الوصال، من قناة وصال، من قناة الهواء مو كلامه، قناة وصال، وحدة الرصد والمتابعة الوهابية. وصال تجاه ما افشاغري هاي ميكونين، دعت قناة وصال الجيش الحر، ارسل لي مدير قناة وصال، قناتي شيخ العرعور، قناتي وصال، نكشف عوراتنا للناس، ما عدنا قناة وصال.
وكتائب الرصد بوصال موجوده. الانحلال فدكت للروافض كل حصن. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وانا لخطا مما خطا يا جماعة ما عاد بشينا على العين مستر. من أجل الملك أو السلطان. إذا أنا من أزورة أقول له أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وقادر على رد جوابي. طيب إذا هذا بهالشكل أو أجي يصير أطي ظهري وصلي لنفرض القبلة منا أو أنا أرد أصلي وأنتوا قاعدين، خمو من الأدب أني أنا أستدبركم الآن وأصلي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عهد الله بحفظ كتابه ورعايته من كل تحريف، ولكن أهل العمائم لم يجدوا حلا لهم لكي يروجوا لمذهبهم المختلق إلا بالقول بتحريف القرآن، وهذا نموذج لهذا الكلام. آية هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. يقرؤوها في ضمن الآية، إذا قرأوا القرآن يقرأوا هذه الجملة في ضمن الآية حتى يتضح تفسيرها. بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. نعود اليك شيخنا الحبيب، اهلا بك. نعم، قلنا ذكر سبعة احاديث، ذكرنا ان ثلاثة منها باطلة. نعم. الرابع الاحاديث المؤخات الاولى. نعم، وان النبي قال لعلي: والذي بعثك بالحق ما اخرتك الا لنفسي والذي بعثني بالحق ما اخرتك الا لنفسي وانت مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. و هذا الحديث هنا في الرابع عندي ما ذكر حديث، تكلم فقط من عندي لم يذكر حديث. حديث المؤاخات الأولى قال إيه أشار إليه لكن لم يذكر نص. نعم. الأفضل حديث عندك؟ نعم، هذا اللي ذكرت يا شيخنا، إيه حديث المؤاخات الأولى. هو لم يذكر هنا. أوه. وما أدري حقيقة وش قال. فلك العتبة والكرام، فقال اللي قلتها قبل قليل إيه ذهب روحي وانقطع ظهري. إيه هذا في المؤاخاة الثانية. إيه هذا هو. إيه هذا نفسه. إيه هو نفسه في المؤاخاة الأولى. إيه 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 ذهب روحه وانقطع ظهري. جيد. طيب هنا يقول العراقي الإمام العراقي عبد الرحيم العراقي يقول: الأحاديث الواردة كل ما ورد في أخوة علي
فضعيف لا يصح منه شيء. جميل. وهذا الألباني ذكر الألباني قال ضعيف فيه عبد المؤمن زين هذا الحديث فيه عبد المؤمن طيب وهذا الرجل ضعيف الحديث وقال البخاري لا يتابع على حديثه وذكره الساجي وابن الجارود في الضعفاء فلا يصح هذا الحديث. عبد المؤمن ابن عياد عبد المؤمن إلا لنفسي هذا الحديث الرابع هذا أخرجه عبد الله بن أحمد في زواد المسند وابن عساكر من طريق عبد المؤمن بن عباد قال يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى. جميل. طيب إذن الآفة من عبد المؤمن, بن عباد. عبد المؤمن هذا قال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال البخاري لا يتابع على حديثه. جميل. طيب هذا الحديث إذن ضعيف. الخامس حديث المؤاخاة الثانية. نعم. وكانت في المدينة. أغضبت علي حين أخيت بين المهاجرين والأنصار لم أخي بينك وبين أحد منهم أما ترضى أن تكون مني وزوجة هارون من موسى. هذا الحديث موضوع. فيه حامد. حامد هذا الحديث الخامس قال أخبرنا يقول الطبراني حدثنا محمود بن محمد المروزي قال أخبرنا حامد بن آدم المروزي قال أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد. طيب حامد هذا قال الذهبي كذبه الجوزجاني وابن عدي وعده أحمد بن علي سليمان فيما اشتهر بوضع الحديث والحديث أورده الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه حامد بن آدم المروزي وهو كذاب. هذا الحديث الخامس. الحديث السادس حديث جابر يا علي إنه لا يحل لك في إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي وإنك مني بمنزلة هارون من موسى. هذا أخرجه ابن عساكر. طيب عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن بن محمد عن عبد الرحمن ومحمد ابن جابر بن عبد الله عن أبيهما جابر بن عبد الله الأنصاري. طيب نعم. هذا الحديث آفته حرام اللي هو حرام بن عثمان قال الشافعي وابن معين الحديث عن حرام حرام. الله. الحديث عن حرام حرام حرام. قال ابن حبان كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وهذا الحديث ذكره الذهبي وقال وهذا حديث منكر جدا. هذا السادس. جميل. الحديث السابع حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي قال إن الرجال يدوم في أنفسه سكنت عليه وأخرجتهم الحديث هذا لم أجده. هذا الحديث رواه بينابيع المودة وهذا الكتاب أصلا بدون أسانيد. هو عزاه لينابيع المودة ولا لا؟ لمن عزاه؟ ينابيع المودة. ينابيع المودة ليس في أسانيد أصلا. طيب فهذا الحديث هذه الحديث كلها باطلة. ماذا قال شيخ الأزهر؟ ماذا قال شيخ الأزهر؟ لم يتبين لنا كنه قولكم بأن صلى الله عليه وسلم كان يصور عليه هارون كالفرقدين. طيب ناقش هذه الأحاديث السبعة. نعم. ولا نقاش ولا كلمة لهذه الأحاديث السبعة فدل على كذبه على شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى. إذن سبعة أحاديث لا يصح منها شيء عند أهل السنة. طيب المراجعة التي بعدها طبعا شيخ الأزهر الآن كالتلميذ يسأل ما تصور عليا وهارون كالفرقدين لم يتبين لنا كنه قولكم. طيب شيخنا في اتصال اتصالات ممكن نأخذها. عبد العزيز من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ألو. تفضل تفضل تفضل. تسمعني يا شيخ؟ إيه معك معك. ألو نسمعك. تسمعني يا شيخ؟ تكلم. نعم يا شيخ فنيت هذا الحديث حديث المنزلة. نعم. بإمكانك تحتجي على رسول الله ولا تحتجي علينا. أنت تحتجي على رسول الله لعنة الله عليك. ماشي ماشي. هذا أدب الحوزات. هذا أدب الحوزات تلعن وتسب. حديث المنزلة قلنا الحديث في الصحيحين. طيب ونحن نؤمن بحديث المنزلة. طيب ولا ننكره ولا ننكر فضل علي رضي الله عنه لكن هؤلاء لجهلهم يعني يتخبطون خبط عشواء كما يقال ولا يفقهون. اي نعم. و يعني هذه قلة الأدب. زين أنا يعني ما عندي مشكلة يسب يعني ولا كذا. في ناس تجرؤوا سب الله في ناس تجرؤوا سب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السب ليس حلا لعلاج مشاكلنا. طيب والإنسان إذا أراد أن يعالج مشاكل أو أراد أن يناقش في مسألة يتكلم بأدب وعلم. طيب ما
أما يدو لعنة الله عليك وإيش استفدنا؟ ماذا نفعل؟ إيش استفدنا؟ ماذا نفعل؟ يعني ناقش بعلم وأدب. طيب تعال ناقش بعلم. نحن الحمد لله نؤمن بهذا الحديث حيث الصحيحين حيث المنزلة، وفضل علي ما نحتاج من هؤلاء وأمثالهم وأمثالهم أن يبينوا لنا فضل علي. الحمد لله نحن نؤمن بفضل علي رضي الله عنه، ونتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه، ولا أحتاج لمثل هذه الكلمة. لكن أنا ما يحزنني أن يسب، خلي يسب ما في مشكلة يعني. طيب لكن هذا يدل على ضعف الحجة. لو كان عنده حجة يتصل يتكلم بحجة، تعال كذا هذا الحديث صحيح، لماذا تتهمون شيخنا بالكذب؟ عبد الحسين ما يكذب، عبد الحسين مضبوط، عبد الحسين تكانة. بس ناقش بعلم، ناقش بعلم. لكن الذي يعجز عن النقاش بالعلم يلتجئ إلى مثل هذا الأمر، يسب ويلعن وهذا مع السلامة. هذا ما هو نقاش علمي. سنت أرسل يعني. وأنا أعتذر منك شيخنا حقيقة. لا لا تعتذر مني أصلاً. أنا بالعكس، أنا أشوف بالعكس، خلي يتصلون دول وخلي يسبون عشان يعرفون ضعف حجتهم. سنت. اللي بيناقش بعلم يتصل يناقش. ومدى إفلاسه أبدا. نعم. لا خلي يسب لا حاجة. هم حقيقة هكذا أصناف المتصلين، إما سبابين وإما يخرجون عن الموضوع. خلي سبون، إحنا محتاجين أجر. ما وجدنا باحث متجرد يبحث معنا في هذا. محتاجين أجر، خلي سبون. الله يكتب أجرك. طيب. شيخنا في اتصال ثاني؟ لا حاليا ما في. طيب. نكمل إن شاء الله. إذن نكمل. إذن قال له: متى صور عليا وهارون كالفرقدين؟ نعم. جميل؟ نعم. طيب. ماذا أجابه عبد الحسين؟ أجابه ب27 حديث كلها فيها يعني يبين منزلة علي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي؟ تريد أقرأ يعني بداية يقول: تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجده يصور عليا وهارون كالفرقدين في السماء والعينين في الوجه، لا يمتاز أحدهما في أمتي عن الآخر بشيء ما، ألا تراه كيف أبى أن تكون أسماء بني علي إلا كأسماء بني هارون، فسماهم حسنا وحسينا ومحسنا، وقال: إنما سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر، أردت بهذا تأكيد المشابهة بين الهارونين وتعميم الشبه بينهما في جميع المنازل وسائر الشؤون. ولهذه الغاية نفسها قد اتخذ عليا أخاه وآثره بذلك على من سواه، تحقيقا لعموم الشبه بين منازل هارونين من أخويهما، وحرصا على ألا يكون ثمة من فارق بينهما. وقد آخى بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم مرتين كما سمعت، فكان أبو بكر وعمر في المرة الأولى أخوين، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أخوين، وكان في المرة الثانية أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين، وعمر وعتبان بن مالك أخوين. أما علي فكان في كلتا المرتين أخا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما علمت، ومقامنا يضيق على استقصاء ما جاء في ذلك من النصوص الثابتة بطرقها الصحيحة عن كل من ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى وأنس بن مالك وحذيفة بن يمان ومخدوج بن يزيد وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب وغيرهم. وقد قال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وسمعت في المراجعة 20 قوله: وقد أخذ برقبة علي، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا واطيعوا. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه يوما ووجهه مشرق، فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال: بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي بأن الله زوج عليا من فاطمة الحديث. طيب الآن سيستمر الآن بهذه الطريقة، سيذكر 27 حديثا كلها تثبت أخوة علي. سنناقش هذه الأحاديث حديثا حديثا. طيب طبعا رد الشيخ الأزهر رحمه الله يعني بعد أن ذكر 27 حديثا في المؤخاة، نعرف ماذا رد الشيخ الأزهر أساس نبني عليه. ماذا قال الشيخ الأزهر؟ مراجعة 35 يقول: لله أبوك ما أوضح آياتك وأجلها، وما أفصح بيناتك وأدلها، فحي على البقية، حي على البقية من نصوصك المتوالية المتواترة الجلية، ولك الفضل والسلام. بس عيب عيب، 27 حديث لا يناقش ولا حديثا واحدا.
سبعة فوتناها، الآن 27 حديث. زين، لله أبوك ما أوضح آياتك وأجلها، ما أفصح بياناتك وأدلها، حي على البقية، حي على البقية من نصوصك المتوالية المتواترة الجلية. متواترة بعد حكم على شيخ الأزهر أنها متواترة متوالية وجلية واضحة، 27 حديث سنناقشها حديثا حديثا حتى تعرف يعني أن هذا لا يمكن أن ينسب إلى شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى. هذا كذب على شيخ الأزهر على طول. لله أبوك ما أوضح آياتك وبياناتك، لا يناقش شيئا، لا يتكلم عن شيء، 27 حديث ولا يناقش كلمة واحدة. والآن يظهر لنا يعني مصداقية عبد الحسين شرف الدين المسلم ناقشها حديثا حديثا حتى نعرف هل صدق في دعوة أو لم يصدق في هذه الدعوة. معنا اتصال الشيخ، نتأذن لنا ولا عندك شيء؟ معنا عمر من العراق، تفضل. تسمعنا يا عمر؟ علي من العراق، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أحكي ويا الشيخ عثمان بلد الرحمن. تفضل تفضل تفضل. الشيخ عثمان، عندك الآية يقول يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صحيح. هذه الآية مدنية ونزلت في سورة المائدة، صحيح له كلامي خطأ؟ صحيح صحيح، تفضل. فهذه لو تقرأ الآية اللي وراءها، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، صح لو ما صح؟ فهذه الآية ما البلغ ما أنزل، أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ بالرسالة سواء على المشركين أو على الكافرين أو على أهل الكتاب، صح لو ما صح؟ سليم. أنا هذه النقطة أريد أوضحها لك يا شيخ، الله يرضى عنك. تفضل. زين، الله سبحانه وتعالى أمره بأنه يبلغ أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنهم ملعونين إلى ما عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا. طيب، هاي النقطة. النقطة الثانية يا شيخ، أهل الشيعة يعتقدون بأن القبور يسمعونهم ويستجيبون لهم ويرفعون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه النقطة أريدكم بس تأكدون عليها، لأنهم لا علش يزورون ويروحون يدعون وعلش يسموها، لأنه يعتقدون بأن القبور أهل القبور بعدهم أحياء ويسمعون ويوصلون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. الله يرضى عنك يا شيخ عثمان، ويرضى عنك الدنيا وآخرة، ويجزيك ألف خير على كل حرف نطقت به في سبيل الله سبحانه وتعالى وتوحيده. حياك الله. ولا يضرك اللي سبك واللي خالقك، والله هذا لك أجر عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. الله لا يحرمنا وياك الأجر، حياك الله. ولا شك كلام أخ علي في قضية يعني دعاء أهل القبور، أو شيء الآية هي مدنية لا شك، كما قال في آية المائدة، في سورة عفوا المائدة، وهي آية مدنية، والرسول بلغ كلما أمره الله تبارك وتعالى. أما قضية القبور ودعاء أهل القبور، يعني هي القضية ما فيها، يعني كل القرآن لو نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى، أنا لا أتكلم عن السنة فيها حديث موضوعة، الشيعة يضعون حديث كثيرة موضوعة فيلزمونهم بها، أنا أقول خلوكم مع القرآن الكريم. هل في آية من كتاب الله تبارك وتعالى تأمر بدعاء غير الله؟ كل الآيات، كل القرآن يركز على قضية التوحيد، وقال ربكم ادعوني ادعوا ربكم، يدعون ربهم فلا تدعوا مع الله، فلا تدعوا مع الله. كل النصوص طيب ظاهرة صريحة أن الدعاء لله واللجوء لله. كيف أذهب إلى أصحاب القبور خلاص وصاحب القبر هذا إن كان صالحا فهو منعم في قبره مشغول عني، وإن كان غير صالح فهو معذب في قبره مشغول عني؟ سنت. ثم تعال كم واحد يدعو صاحب القبر؟ ملايين الناس. طيب هو يسمع هذا إذا كان في دنياه، إذا تكلم اثنان قال واحد واحد خل أسمعكم، صح ولا لا؟ فكيف بعد موته يسمع 100 1000 10000 مليون كلهم يدعون في وقت واحد؟
كم واحد يقول يا علي؟ كم واحد يقول يا حسين؟ يسمعهم جميعا في وقت واحد؟ ويسمع منهم ويستجيب لهم؟ هو ما كان يفعل هذا في حياتي، فكيف يفعل هذا في موتي؟ يعني لا شك أن الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى لا شك أنه يعني معثر ضال مضل، هذا كفر دعاء غير الله تبارك وتعالى. الله تبارك يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضلال. سماهم كافرين الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله تبارك وتعالى. سنت والآيات كثيرة الله المستعان. عندنا يا شيخ ما زال اتصالات تأذن لنا. علي من العراق تفضل. علي من العراق تفضل نسمعك. طيب أبو طارق من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى فضيلة الشيخ. يا مرحبا حياك الله. تعرض لقول الأخ السابق الذي قال الشيعة يعبدون القبور. نعم، هل جائز بالشريعة الإسلامية أم أدى اليهود أم أدى النصارى بنبش القبور؟ لو كان رسول الله هنا قتل المشركين هل جائز من رسول الله نبش القبور؟ نبش القبور؟ أرأيت ما فعلوا في الشام هذا من 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 ما جاء به الرسول؟ أنتم مسؤولين أمام الله. واضح المسؤول أمام الله العالم غير. طيب يا أبو طارق، أليس المهدي يأتي وينبش قبر أبو بكر وعمر وعائشة ويقيم فيهم عليهم الحد؟ يا حبيبي جاء الإمام المهدي ونبش القبور. هذه روايات يعترف بها كل علماء الشيعة يا أستاذ. لا، هذا نبش القبور آية قرآنية. أنت تفاجأت في هذه المسألة. آية قرآنية. عندكم علماء يعتقدون أن المهدي سيأتي وينبش قبر أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ويقيم عليهما الحد. ألو إيه أسمعك تفضل. لماذا هذه القبور ميتة من 1400 سنة ما موجودة؟ أي صحابي من الصحابات الذي كانوا ويا الرسول أخرجوا من قبره؟ ليش ما تخرجون قبر من خرجتوه حجر؟ ليش ما عرفتوا إذا كان الناس؟ نبش القبر هي سنة الإمام حقك فلماذا تستنكرها؟ ثم أهل السنة لا يبيحون نبش القبر ولا تطاول ولا يعني الشيخ له الجواب إن شاء الله، لكن يعني أنت تستنكر أمره ويفعله إمامك يعني. ثم أنتم نبشتم قبور الأنبياء والأوصياء وقلتم أن أجسادهم تصعد إلى السماء، وهذا بإجماع علماء الشيعة أن أجساد أيوة الأنبياء نعم. والأوصياء تصعد إلى السماء، هل تعلم هذا؟ أعطيني مجال يا أخي الكريم. تفضل. ألو أعطيني مجال يا أخي الكريم. تفضل. تتعارض مع الرسول وأهل بيته أنه محرفين، هل تقدر أنت بشخصيتك وبشخصية العالم تقدر تقول لملك السعودية ليش تنفق للإرهاب؟ تقدر تقول لملك السعودية وين تودي رصيد السعودي رئيس هذا رصيد الحجاج؟ يا أبو طارق نحن هنا عندنا بحث ديني، لا تدخلنا في الأمور السياسية الأخرى. أنت أصلا هذا ليس موضوعنا، نحن نتكلم عن حديث المنزلة، لم تتحدث عن حديث المنزلة، تريد تعلق على متصل تحدث عن مسائل القبور ثم رميت مسألة نبش القبور وردينا عليك، فما أدري يعني لماذا تخرج من نقطة إلى أخرى وتدخل إلى أبعد من ذلك في الأمور السياسية. رياض. رياض من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحب أن أحيي فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس حياك الله على هذا الطرح الرائع، وأرجو منه أن يسمح لي ولو بدقيقة أن أداخل. تفضل. دكتور عثمان الخميس حفظك الله، أنا من شيعة العراق. تفضل. ولدي إشكالية وأرجو منك أن تسمع هذه الإشكالية ثم بعدها تعلق. سم. جزيتي مشكورا. سم. الإشكالية في الحلقة السابقة أنا حاولت أن أداخل ولكن ما حصلت القناة على الأسف.
تكلم الشيخ عثمان الخميس الله يطول عمره قال بأنه كان علي بن أبي طالب هو مأمورا عنده أو مستشارا عند الخليفة الأول أبي بكر الصديق. وأنا أقول للخميس الدكتور عثمان الخميس يا دكتور عثمان كيف يكون علي مستشارا إلى رجل مثل أبي بكر الصديق وهو الذي صرح وقال على نفسه إني ليس من عباد الله المخلصين في الخطبة المشهورة عندما قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم واعلموا إن لي شيطان يعتريني وكتاب الله العزيز صرح بماذا قال؟ قال عن لسان حال الشيطان الرب متكلم بسم الله الرحمن الرحيم رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلو كان أبي بكر الصديق من عباد الله المخلصين لماذا يقول إن الشيطان يعتريني والشيطان لا يقرب إلى العباد المخلصين؟ أرجو من فضيلة الشيخ أن يعلق على المداقلة مشكورا. أبشر 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 يا رب أبشر. طيب انتهينا من الاتصالات. تفضل شيخنا الحبيب واعتذر عن المقاطعة. لا لا تفضل. بالنسبة لي كان الأخ رياض يعني أن علي كان مستشار لأبي بكر لا شك في هذا, يعني كان معه في حروب الردة وكان يستشيره أبو بكر وكان مقربا منه وأخذ من وكذا السبيل. الأمر وتزوج أرملته التي يسمع. أما أن أبو بكر قال أني لست وليت عليكم وإني لست, هذا لا تثبت, لا تثبت أن أبو بكر الصديق قال هذا الكلام أنه قال وليت عليكم ولست بخيركم, هذه لا تثبت عنه. ومن باب أول لا تثبت الثانية إن لي شيطان يعتريني, هذا كذب, لم يقل أبو بكر هذا الكلام. طيب وعلى كل حال كل إنسان معه شيطان, حتى الأخ ما اسمه رياض, الأخ رياض معه شيطان وأنا معي شيطان وأنت معك شيطان, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكل إنسان شيطان معه, القرين, كل إنسان معه قرين, وعلي معه شيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله أجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان؟ قال مع كل إنسان شيطان. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هذا يسمى القرين, كل إنسان معه شيطان القرين. طيب فأبو بكر الصديق إن كان يقصد أن لي شيطان يأتي كلنا هنا شياطين, لكن أبو بكر الصديق كان خلافته 100% ما في أي مشكلة, وعلي لم يحتج في يوم واحد على أبو بكر الصديق في خلافته أو في تصرفاته أو غيرها. طيب وكان يصلي بالناس, فإذا كان أبو بكر الصديق له شيطان يعتري كما يقول الأخ طيب وهذا عيب فيه وكذا, فكيف علي كان يصلي خلفه ويجاهد معه ويكون مستشارا له؟ ثم يقولون أن أبو بكر اغتصبها, كيف يقول أنا لست بخيركم مثلا, وكان يزهد فيها هذا يتناقض, كيف يكون اغتصبها ويقول وليت عليكم لست بخيركم, يعني علي أفضل مني أو فلان ملي ولا. لا الكلام هذا كله يعني ما له قيمة يعني علمية أن أبو بكر الصديق قال هذا, ما لم يقل وإن كان قاله يقول على سبيل التواضع. نعم. طيب علي رضي الله عنه, قل الأخ رياض علي رضي الله عنه في نهج البلاغة وغيره, وهذه ثابتة عندكم, هذا على الأقل نحن نقول غير ثابتة عن أبي بكر الصديق في نهج البلاغة. نهج البلاغة عندهم فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق, نهج البلاغة أن علي يقول أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. طيب علي يقول هذا, كيف تأمر؟ كيف رضي أن يكون أميرا؟ هو يقول, هو علي نفسه, وهذا صحيح عندهم, كان مستشار عندهم يقول أنا لكم وزير خير لكم مني أمير, هذه صريحة. هذه على الأقل نحن نكذب ما نسب إلى بكر, وأنتم لا تستطيعون تكذبوا ما نسب إلى علي رضي الله عنه, كيف يكون هذا الأمر؟ وكان مستشارا لعمر عندما أراد غزو الفرس في نهج البلاغة أيضا, ومستشارا لعثمان. نعم. رضي الله عنهم أجمعين, كانوا إخوة متحابين, لم يكن بينهم خلاف كما يدعيه البعض اليوم. علي ما عنده مشكلة مع عمر ولا عنده مشكلة مع عثمان ولا عنده مشكلة مع أبي بكر, كانوا إخوة متحابين, ولا عندهم مشكلة معنا إحنا أهل السنة ولا عندنا مشاكل معهم. المشكلة عند الشيعة, الشيعة قاعد يحاولون يفرقون بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. الشيعة هم اللي قاعد يحاولون يفرقون بين الصحابة رضي الله عنهم, إحنا ما نفرق, ما عندنا مشكلة مع علي وعثمان وأبي بكر وعمر, الأمر سهل جدا بينهم. نعم. طيب والآية الشيخ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب, يعني مسألة الاعتراء هذه يعني واضحة على كل حال. طيب. هو الآن في هذه الأحاديث 27 وأرجو إن شاء الله أن يسع الوقت للكلام عليها جميعا إن شاء الله تعالى. كم بقي لنا من الوقت؟ تقريبا نص ساعة. نص ساعة إن شاء الله. طيب
الحديث 27 أولا هو يريد أن يستدل بها على فضل علي رضي الله عنه, ونحن لا ننكر فضل علي رضي الله عنه موجود في الصحيحين, صحيح البخاري صحيح مسلم, نعم. كتاب الخصائص, كتاب فضائل الصحابة, يعني قضايا يعني فضل علي رضي الله عنه هذا لا ينازع فيه مسلمان أبدا, فهلا ننازع فضل علي رضي الله عنه, وكتبنا مليئة بفضل علي رضي الله عنه في الصحيحين في غيرهما, ما عندنا أي مشكلة في هذه القضية. لكن القضية لا نقبل أن يأتي بحديث موضوعة وينسبها إلى أهل السنة وشيخ الأزهر يسكت, هذا الذي لا نقبله. نعم طيب, أول حديث اللي هو يقول سميتهم بأسماء ولدي هارون شبر وشبير ومشبر, صحيح؟ نعم. أولا يعني أو خلها نأتي طيب, قال شبر وشبير ومشبر هذه أولاد مشبر. هارون نعم. أولا هذا الحديث إسناده ضعيف جدا, فيه بردع بن عبد الرحمن قال الذهبي في الضعفاء منكر الحديث بمرة, وفيه عمرو بن حريث وهو مجهول, وقال البخاري إسناده مجهول, وهذا أخرجه الحاكم, أخرجه الحاكم. أقرأ الحديث عن علي قال لما ولد الحسن سميته حربا, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه, قال قلت حربا, قال بل هو حسن, فلما ولد الحسين سميته حربا, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه, قال قلت حربا, قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسين, فلما ولد الثالث سميته حربا, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أروني ابني ما سميتموه, قلت حربا, قال بل هو محسن, ثم قال سميتهم بأسماء والد هارون شبر أو شبر وشبير ومشبر. هذا الحديث زين لم يروى عنه, لم يروه غير أبو إسحاق السبيعي, رواه عن هانئ وهو مدلس, وهو مدلس, وهذا هانئ مجهول. طيب, وهذا ما صرح فيه ابن المديني رحمه الله تبارك وتعالى. هنا مسألة, روى إسماعيل بن عبد الله بن زرار الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي, عن علي محمد بن علي اللي هو الباقر, عن علي بن أبي طالب أنه سمى ابنه الأكبر حمزة, وسمى حسينا جعفرا باسم عمه, وسماهما رسول الله حسنا وحسين, وسنده حسن لكن فيه انقطاع بين محمد الباقر وعلي, لأنه لم يسمى أن محمدا تابعي لكن لم يدرك عليا, أدرك جابر بن عبد الله لكن لم يدرك عليا. طيب, لكن هنا أنا بسأل سؤال, مشبر وشبير مشبر كم واحد؟ ثلاث. أولاد علي كم؟ حسن وحسين. وين محسن؟ منين جاي حسن؟ حسنت. مهم يقولون محسن لأسقط على عمر؟ إيه كلام. ويقول ذلك؟ إيه. من الذي أسقطه عمر في بطن فاطمة رضي الله عنها؟ واضح؟ واضح. هم يقولون فاطمة كانت حامل. نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء عمر وضربها بالباب فأسقط الذي في بطنها. من الذي في بطنها؟ محسن, يقولون محسن. محسن. نعم. زين, وين شبر وشبير ومشبر؟ حسنت. المفروض هذا في زمن النبي موجود. حسنت. ولا سماه بطنها؟ يعني صحيح. نقول إيش لما ولدت فاطمة الحسن سماه علي حربا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حسن, ثم ولدت فاطمة حسينا التسمية متى تكون؟ بعد الولادة, صحيح؟ نعم. لما ولدت حسينا سماه علي رضي الله عنه حربا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حسينا, صحيح؟ ممتاز. طيب لما ولدت الثالث, متى ولدت الثالث؟ ما ولدت الثالث, هذا استعجل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, جاء وهي حامل في الشهر السادس, شهر ما دعد أي شهر. نعم. جاء الرسول وهي حامل وقال له أنا سميته, مش سميته علي؟ قال بسميه حرب, قال له هذا محسن. بعدين قال هالثلاثة سميتهم بأسماء بطنها ما ولد, شلون سماه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سنت. كيف سماه شبر شبير ومشبر وهو ما ولد أصلا؟ يا سلام. هذا يدلك إما أن محسن كان موجودا فتبطل قصة عمر أن ضرب فاطمة وأسقط الذي في بطنها, وإما أن نقول محسن موجود وتبطل هذه القصة أن الرسول سماه, وكلاهما باطلة. أحسنت. طيب, إذن هذا الحديث الأول. انتهينا. حديث ثاني قال له أنت أخي في الدنيا والآخرة. طيب, يقول أخرجه الحاكم من طريقين على شرط الشيخين, هكذا يقول ولا لا؟ نعم. الأول فيه حكيم بن جبير ضعيف ورمي بالتشيع, وفيه جميع بن عمير متهم قال الذهبي عن ابن حبان رافضي يضع الحديث, وقال ابن نمير كان من أكذب الناس, وساق له الذهبي هذا الحديث. الطريق الثاني فيه إسحاق بن بشر الكاهلي قال ابن أبي شيبة كذاب,
طيب. وقال الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث. وقال الذهبي جميع التهمة والكاهلي هالك. يعني هالطريقين اللي يقول عنهم. وهو كثيرا ما ينقل عن كلام الذهبي. ليش لما نقلنا عن الذهبي هنا؟ لأنه ما يعجبه كلام الذهبي. طيب. والشيخ سالم تيمي يقول حديث المؤاخاة بين النبي وعلي كلها من الأكاذيب. ومر بنا كلام العراقي عبد الرحيم العراقي أن كلها لا تصح. أنه لا يصح شيء في حديث المؤاخاة. هذا الحديث الثاني. جميل. حديث الثالث. حديث ثاني إن هذا أخي وصي وخليفتي فيكم. هذا حديث الإنذار يوم الدار. نعم. ومر بنا. وبينا ضعفه بل كذبه. كذبه. وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقدنا السند والمتن. طيب. الحديث الرابع. بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي بأن الله زوج عليا من فاطمة. هذا الحديث قال الألباني موضوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق عمر بن محمد بن إبراهيم بجلي قال حدثنا أبو علي وذكر إسناده. ثم قال الخطيب رجاله ما بين بلال وعمر بن محمد كلهم مجهولون. هذا شيخ الأزهر ما يدري عنه. هذا الحديث الثالث الرابع. الحديث الخامس لما زفت سيدة النساء إلى كفئها سيد العترة. أنا هذا أبيك تقرأه ممكن؟ يا نعم. لما زفت سيدة النساء إلى كفئها سيد العترة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن ادعي لي أخي. فقالت هو أخوك وتنكح؟ قال نعم يا أم أيمن. فدعت عليا فجاء الحديث. من أخرجه؟ قال أخرجه الحاكم. ممتاز. عيده مرة ثانية. عيده مرة ثانية. ولما زفت سيدة النساء إلى كفئها سيد العترة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن ادعي لي أخي. فقالت هو أخوك وتنكح؟ قال نعم يا أم أيمن. فدعت عليا فجاء الحديث. ممتاز. الحاكم وين ذكر؟ مستدرك. إيه الصفحة؟ في صفحة 159 من الجزء الثالث. سأقرأه من الحاكم الآن. جميل. شوف أخرجه الحاكم من طريقين عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن أسماء بنت عميس. عن من؟ ذكر أسماء بنت عميس؟ لا ما ذكر. عن أسماء بنت عميس قالت كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحنا جاء النبي إلى الباب فقال يا أم أيمن ادعي لي أخي الحديث. في أسماء بنت عميس صح؟ جميل. نعم. سؤال ليش ما ذكرها المسؤول؟ تدري ليش؟ ليه؟ في مشكلة. لأن زواج علي من فاطمة أسماء بنت عميس بالحبشة. عجيب. أسماء بنت عميس من مهاجر الحبشة. صح. نعم. مو هي اللي رجعت وسألت قال لكم الهجر ثان؟ صحيح. لكم أجران؟ نعم. صح ولا لا؟ نعم. أسماء بنت عميس ما هي موجودة. أسماء بنت عميس بالحبشة ما هي موجودة. أهل الحبشة جاءوا في السنة السابعة في آخر السادسة بداية السابعة. علي متى تزوج فاطمة؟ السنة الثانية من الهجرة. أسماء بنت عميس ما هي موجودة. ليش ما يذكر هذا عبد الحسين؟ يعرف هذا. ولذلك الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث غلط لأن ليلة زفاف فاطمة أسماء كانت في الحبشة ما كانت موجودة. حديث باطل متنه منكر. طيب يعني لا يصلح أبدا أن يكون هذا الحديث كذلك. تعال بسأل سؤال في الكافي هو يقول أخي شون أخوي زوجة الرسول مو أخو علي شون زوجة شون أخوه يتزوج بنته لحمه من لحمي ودمه إيه دمه من دمي. علي عم فاطمة المفروض. علي عم فاطمة شلون يزوجها؟ أحسنت. تدري ليش عمها؟ إيه. في رواية في الكافي أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له مرضعة وكان يبكي كأن أمه موجودة فأخذه أبو طالب فألقاه على صدر نفسه فرضع منه أياما. أبو طالب أرضع النبي. أقرأ لك من الكافي أحسن. شوف الكافي الكلين أخرج الكلين في الكافي الجزء الأول صفحة 48 و400 خلي يرجعوا له. جميل. الكافي الجزء الأول صفحة 48 و400
أن أبا طالب ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على صدر نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع النبي من صدر أبي طالب. جماعة الخير ما في عقول، ما في عقل. أبو طالب هو اللي أرضع النبي، حليب في صدر أبي طالب أرضع النبي، إذن أبو طالب والد النبي بالرضاعة أو أمه بالرضاعة. طيب، وعلي يصير أخو النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، عم فاطمة ما يصير توج منها. على كل الأحوال سواء والد أو أمه يعني هو. يعني ها من تفاهات القوم، عرفت شلون؟ ثم انظر ماذا قال في نهايته، لو تقرأ كلامه في نهايته عفوا كلام في هذا الحديث، هذا الحديث بالذات. وكل من ذكر كله إيه؟ كل من ذكر الزفاف الزهراء ذكره لا استثني منهم أحد. هذه مجازفة، يقول كل من ذكر زفاف الزهراء ذكر أن علي قال النبي قال هذا الكلام، هالكلام كذب، كذب لا يستحي منه قائله دعاوي. والله المستعان. طيب إذا هذا الحديث لا يصح، طيب وهو غلط، إنه لا يمكن تكون أسماء بنت عميس حضرت هذا، وهو من روايتها. نعم. طيب، وكم أشار إليه فقال هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي. طبعا عندما نقول غلط الحديث فيه انقطاع، لأن يرويه أبو يزيد المدني عن أسماء بنت عميس، أسماء ما هي موجودة أصلا، فيه انقطاع. جميل. إيه. طيب، الحديث السادس إن هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي. هذا الحديث زين يروي عن ابن عمر. طيب، هذا خرجه الطبراني، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس، قال حدثنا محمد بن سهل المازني، إلى آخر الحديث، إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال الطبراني عقبه، الطبراني لم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر إلا إسماعيل بن يحيى التميمي، تفرد به محمد بن سهل المازني. وهذا الحديث موضوع إسماعيل بن يحيى التميمي، ويقال التيمي أبو يحيى الكوفي. قال الذهبي قال صالح بن محمد كان يضع الحديث، وقال الأزدي ركن من أركان الكذب، وقال ابن عدي عامة ما يرويه بواطيل. يعني هذا السادس الحين، الحين ستة حديث ولا واحد صحيح. حديث السابع، حديث أنت أخي وصاحبي. نعم. هذا أخرجه ابن عبد البر من طريق حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. طيب، له علتان، الأولى الانقطاع بين الحكم وهو ابن عتيبة وبين مقسم، بأنه لم يسمعنه إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها. الأمر الثاني، فيه الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، فلا يصح هذا الحديث. وفي عبد الله بن جعفر الرازي صدوق يخطئ، ثلاث علل. جميل. في هذا الحديث الثامن، أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة، أخرجه الخطيب البغدادي عن عثمان بن عبد الرحمن. طيب، وهو موضوع عثمان بن عبد الرحمن القرشي الوقاصي، قال الحافظ متروك وكذبه ابن معين، وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث. هذا الثامن. جميل. 27. ها، التاسع، خاطبه يوم في قضية كان بينه وبين أخيه جعفر وزيد وحار، اللي مر بنا علي فأخي أبو الذي مر بنا مر بنا ضعيف. طيب، حديث قصة ابنة حمزة، وقلنا أصله في الصحيحين وليس فيه ذكر أنت أخي، وإنما قالها قاله أنت مني وأنا منك. نعم. وهذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. نعم. العاشر، قال وعهد إليه يوما فقال أنت أخي ووزيري، تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمتي. طيب. نعم. هذا أيضا في قصة ابنة حمزة. طيب، أخرجه الطبراني في الكبير، قال حدثنا محمد بن عثمان بن شيبة عن محمد بن يزيد الرفاعي، قال أخبرنا عبد الله الطهوي إلى عن ابن عمر رضي الله. هذا إسناد من دون مجاهد، كلهم ضعفاء، بس عثمان بن أبي شيء، محمد بن عثمان بن أبي شيء وفيه خلاف. طيب، كلهم ضعفاء. نعم. طيب. جميل. سويد بن سعيد أيضا كان أعمى يتلقن، وأخرجه ابن عساكر كذلك عن أبي يحيى التيمي إسماعيل بن إبراهيم عن مطير أبي خالد عن أنس بن مالك. طيب. وهذا أيضا مطير بن أبي خالد ترجمه ابن حاتم، وقال عن أبي زرع قال فيه ضعيف الحديث، وقال عن أبيه متروك الحديث. وفيه يحيى أبو يحيى التيمي إسماعيل بن إبراهيم وهو أيضا ضعيف. هذه عشرة أحاديث الآن، ما في شيء، يعني كلام فاضي. وشيخ الأزهر لا يعلق على أي حديث. زدني لله يا أبوك زدني. الحديث الحادي عشر، قال لما حضرته الوفاة قال ادعوا لي أخي، فدعوا عليا فقال ادنوا مني، فدنا منه وسنده، فلم يزل كذلك حتى فاضت نفسه الزكية فأصابه بعض ريقه.
هذا الحديث قال الألباني موضوع أخرجه ابن سعد زين وفيه محمد بن عمر الواقدي ومحمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب وفيه عبد الله بن محمد بن عمر العلوي وهو مقبول مقبول يعني ضعيف إلا إذا توبع جميل طيب وأيضا فيها انقطاع ماشي بس أنا هنا أريد أن أعلق إن سمحت لي تفضل طيب الآن هنا يقول له إيش حتى فاضت نفسه الزكية فأصابه بعض ريقه شوف في مرجع شيعي اسمه ميرزا حسن الحائري الأحقاقي ميرزا حسن الحائري الأحقاقي هذا سئل قيل له لما مرض النبي مرضه الذي توفي فيه أوصى إلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين قائلا إذا فاضت نفسي المقدسة فتناولها بيدك طيب وامسح بها وجهك السؤال فما معنى إفاضة النفس زين وتناولها بيد علي ومسحها بوجهه شلون يعني واحد قاعد يسأل الحائري حسن الحائري الأحقاقي مرجع شيعي واحد قاعد يسأله يقول شنو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاضت نفسي خذها بيدك وامسح بها وجهك شلون سؤال الجواب النفس هنا معناها الروح يعني إذا خرجت روحي من جسدي فتبارك بها روح الرسول تطلع علي يمسكها وتبارك فيها قال فتبارك بها وامسح بها وجهك ليش قال لأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح فهي مباركة طيبة لحد الآن كلام تقدر تقول خرابيط لكن شوف الحين بيجي قال هذا إذا كانت روحه البشرية لما عندهم روح بشرية وروح إلهية أعوذ بالله إيه أعوذ. تحسب بس النصارى ناسوت ولاهوت حتى هؤلاء عندهم ناسوت ولاهوت النصارى عندهم عيسى بشري إلهي والذي صلب البشري وبقي الإلهي الناسوت واللاهوت اسمع هذا إذا كانت روحه روحه البشرية أما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا وفي بعض الروايات تتجسم كالزبدة على شفتي الإمام عند وفاته فيتناوله الإمام من بعد بفمه ويأكلها والله رسوم متحركة والله العظيم رسوم متحركة يعني هذا اللي سوى توم وجيري ما شاف هذه طلعها طيب وفي بعضها تتجسم كعصفور فيبلعها وصيه بس مشكلة العصفور طار هذه المشكلة زين فتتجسم كعصفور فيبلعها وصيه والإمام من بعده كما جرى ذلك بين الإمامين الرضا والجواد احترموا عقولنا والله العظيم احترموا عقولنا شنو الكلام فاضي هذا وهذا في كتاب السائل الدين بين السائل والمجيب أي دين هذا أي دين هذا الذي بين السائل والمجيب يعني يعطونا مثل هذا الكلام الزندقة زندقة أي والله العظيم حلو كلمتك هذه هذا طبعا حتى يتأكدون منه كتاب الدين بين السائل والمجيب الجزء الثاني صفحة 76 ومطبوع بالكويت بعد ومنشورات مكتبة الإمام الصادق في الكويت مطبوع في بيروت ولكن منشورات هذه الإمام الصادق إذن هذا هذه الآن 11 حديثا طيب الثاني عشر يقول فضل قال صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة لا إله الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله الحديث على باب الجنة نعم. هذا الحين أخرجه الطبراني قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زكريا بن يحيى الكسائي عن يحيى بن سالم قال حدثنا أشعث بن عم الحسن وصالح قال حدثنا مسعر طيب هذا زكريا بن يحيى الكسائي شيعي متروك وعطية ضعيف شيعي أيضا لا يثبت ضعيف الثالث عشر وأوحى الله عز وجل ليلة المبيت على الفراش إلى جبريل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيهما يؤثر صاحبه فأيكما فأيكما إيه هنا فأيهم فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله إليهما
ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب أخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبات على فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبط إلى الأرض فاحفظه من عدوه فنزل فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وميكائيل ينادي بخ بخ من مثلك من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة وأنزل الله تعالى في ذلك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من أخرجه؟ ذكر أخرجه أصحاب السنن في مسانده. وبعد؟ وذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآية من سورة البقرة صفحة 189 الجزء الثاني من تفسير الكبير مختصر. من أصحاب السنن؟ ماكو أحد، ما في أحد، كلام لا قيمة له. طيب، حديث ظاهر البطلان لا أخرجه أحد من أصحاب السنن، ولو وجد عند أحد من أصحاب السنن كان نقله، كما ينقل عادة كذا صفحة كذا فلان فلان، ما ذكر ولا واحد لأنه لا يوجد هل عند أحد من أصحاب السنن. طيب، فهذا وهذه الآية أصلا عند أهل التفسير نازلة في صهيب الرومي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ربح البيع أبا يحيى لما خرج مهاجرا وترك أمواله لأهل مكة وقال ربح البيع أبا يحيى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اللي يخلونها في علي. شيخنا يقولون عند رأسي جبريل وميكائيل عند رجلي فاحفظاه من عدو وجرك الجمل المخشوش. الله أكبر، لم يحفظه، جرك الجمل المخشوش ما حفظه. طيب جبريل وميكائيل عندهم يحفظان، من أشد من ألد أعداء علي؟ أبو بكر عمر. طيب إذا كان هذه الغاية، أين هذه الغاية؟ ما حفظه، فاحفظاه من عدوي، ما حفظه هناك. طيب إذا الحديث باطل. الله المستعان، هذا ليس له إسناد ولا موجود حسن. هذا الحديث أصلا ما له قيمة. طيب وش يقول شيخ الأزهر؟ عفوا، شو يقول شيخ الأزهر؟ حديثك المتواترة حطنا إياها كلام شيخ الأزهر. عفوا، لله يا أبوك، لله يا أبوك ما أوضح آياتك وأجل وما أفصح بياناتك وأدلها، فحي على البقية، حي البقية من نصوصك المتوالية المتواترة يا حبيبي. طيب الرابع عشر حديث، وكان علي يقول أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب. نعم، وقال والله إني لا أخوه وولي وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مني. طيب هذا الحديث قال الذهبي حديث باطل، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. طيب نعم. يعني هذا الحديث باطل كذب، زين يعني، وشيخ الأزهر لا يعلق على شيء أبدا، أهل العلم يقولون باطل حديث كذب، ابن الجوزي يذكره في الموضوعات وهذا يذكره وشيخ الأزهر يسلم له ما أوضح بيانات متواترة بعد. الله المستعان. طيب ماشي. لا حول ولا قوة. وقال يوم الشورى لعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير أنشدكم الله هل فيكم أحد آخى رسول الله رسول الله بينه وبينه إذ آخى بين المسلمين غيري؟ قال اللهم قالوا اللهم لا. ولما برز علي الوليد يوم بدر قال له الوليد من أنت؟ قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله. الحديث أنا عبد الله وأخو رسوله، هذا أي رقم؟ عندي هنا لما برز الوليد يوم بدر قال من أنا عبد الله وأخو رسوله، في قبله، في قبل إيش؟ إيه في قبل. ووارث علمي. إيه ما قول إيه؟ علي رضي الله عنه إني لأخوه وليه وابن عمه. نعم. وارث علمه فمن أحق به مني. نعم. عدل. عدل. نعم. هذا الحديث فيه سماك ابن حرب عن عكرمة، وحديثه عن عكرمة باطلة كما يقول حافظ بن حجر، روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. جميل. وقد تغير بأخره فكان ربما يلقن، وفيه أسبق أيضا ابن نصر قال الحافظ صدوق كثير الخطأ يغرب. طيب أما الحديث الذي ذكرته اللي هو أنه لما برز قال علي يوم الشورى لعثمان أنشدكم بالله فيكم أحد آخر رسول الله بينه وبينه، قلنا هذه المؤخذات كلها لا تصح. طيب وهذا أخرجه ابن عبد البر. طيب وفيه زياد بن المنذر رافضي كذبه يحيى بن معين. والذي بعده أنه لما برز الوليد يوم بدر قال له الوليد من أنت؟ قال أنا علي أنا عبد الله وأخو رسوله. هذا أيضا حديث أخرجه ابن سعد قال أخبرنا خلف بن الوليد الأزدي قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال لما كان يوم بدر القصة. طيب البهي هذا مولى مصعب بن الزبير
عرفت؟ ففيه انقطاع على الأقل إسقاط رجلين. أنا بس عندي مسألة هنا الحين، يعني بعض الشيعة الحين طالعوننا مثلا كذا، وش السالفة؟ كل واحد ضعيف ضعيف ضعيف، لمتى كذا ضعف الأحاديث؟ لأن هذا ما يأتي إلا بحديث باطلة عبد الحسين، وشيخ الأزهر يسكت. هذا عشان تعرفون أن أهل السنة عندهم مسطرة ولعب، ما يقدر أي واحد يجيب أحاديث من عنده مثل ما يفعل عبد الحسين، يألف أحاديثه ويجيبها ويحطها أحاديث صحيحة متواترة. لا، ما يقدر، ما يستطيع أن يدخل علينا شيئا. الحمد لله فضل علي رضي الله عنه مو محتاج إلى هذا، عندنا فضل علي رضي الله عنه. أنت مني بمنزلة هارون بن موسى في الصحيحين، عندنا حديث علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله في الصحيحين في خيبر. عندنا فضل علي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، وهذا في الصحيحين. عندنا فضل علي رضي الله عنه لما يقول أن والذي فلق الحبة وبرأ الناس من لا يحبني إلا من لا يبغضني إلا من، في صحيح مسلم. عندنا فضل علي رضي الله عنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه في السنن، حديث صحيح. طيب نحن محتاجين لهذا، لكن لا تكذبون علينا، لا تسيب حديث مكذوبة وضعيفة تقعد تستدل بها على هذه المسألة. نعم. الثامن عشر، وسأل علي عمر أيام خلافته لو جاءك قوم من بني إسرائيل فقال لك أحدهم، ما في إسناد هذا أصلا، ليس له إسناد، ذكره صاحب السواق بدون إسناد. جميل، ما له إسناد. ذكر إسنادا له، عزاه لأحد؟ عزاه أخرجه ابن سعد في غزوة بدر من كتاب الطبقات القسم الأول من لو جاءك، أرأيت لو جاءك قوم بني إسرائيل. هو قال وسأل علي عمر أيام خلافته، وقال هنا وضع رقم لا عفوا يا شيخ، إيه؟ عفوا سوت هذا الحديث اللي قبله لما إيه؟ برز علي الوقت. إيه هذا قلنا هذا. لا، وسأل علي عمر أيام خلافته وقال هذا رقم ثلاثة في الحاشية فيما أخرجه الدار قطني، كما في المقصد الخامس المقاصد آية المودة في القربة في الصواعق. في الصواعق إيه، ما في إسناد طاف غيره. حسنت. تسع عشر، قال ابن عباس شط بنا القلم إيه؟ فنقول وأمر صلى الله عليه وآله وسلم يسد أبواب الصحابة أيوة من المسجد تنزيها له عن الجنب والجنابة، لكنه أبقى باب علي وأباح له عن الله تعالى أن يجنب في المسجد كما كان هذا مباحا لهارون، فدلنا ذلك على عموم المشابهة بين الهارونين عليهما السلام. قال ابن عباس وسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب المسجد غير باب علي. هذا الحديث مر بنا، حديث ابن عباس اللي فيه الخصال العشر، وقلنا حديث ضعيف لا يثبت هذا، اللي فيه اللي تكلم فيه الشيخ عبد العزيز الطريفي. جميل، حفظ الله تعالى. عفوا، تكلم فيه الشيخ سعد الحميد حفظ الله تعالى، وبين أنه لا يصح هذا الحديث. أين العشرون؟ قال عمر، وقال عمر بن الخطاب الحديث صحيح على شرط الشيخين أيضا، ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثا لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم، زوجته فاطمة بنت رسول الله، وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له ما يحل له فيه، والراية يوم خيبر. طيب، هذا الحديث كما قال الذهبي ولم يذكر كلام الذهبي، طيب ذكر كلام الحاكم فقط. إيه، ما ذكر قال الذهبي كلام. المديني عبد الله بن جعفر متفق على ضعفه، زين، وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا. جميل. وقال نسائي متروك الحديث، ماشي. أما زواج علي من فاطمة حمل راية خيبر هذا أمر مشتهر، هذا متواتر. نعم، خذها مني أنا أنقل متواتر، زواج علي من فاطمة رضي الله عنها، أرشون زواجه يوم خيبر يوم يرفع الراية رضي الله عنها، نعم صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه. نعم. وذكر سعد مالك يوما بعض خصائص علي في حديث صحيح أيضا، فقال وأخرج رسول الله عمه العباس وغيره من المسجد، فقال العباس تخرجنا وتسكن عليا، فقال ما أنا أخرجتكم وأسكنته، ولكن الله أخرجكم وأسكنه. طيب، هذا أخرجه الحاكم، وفيه الحارث بن مالك. طيب، أخرجه النسائي في الخصائص، فيه الحارث بن مالك مجهول، وفيه علي بن قادم ضعيف، وأخرجه الحاكم، وفيه مسلم بن كيسان متروك، وفيه ميمون ضعيف. قال أحمد هذا الحديث ما له أصل، أحمد بن حنبل يقول هذا الحديث ليس له أصل. هذا 21. يلا، وقال زيد بن أرقم أيوة. كان لنفر من أصحاب رسول أباب شارع في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الأباب إلى باب علي، فتكلم الناس في ذلك
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلى باب علي. فقال فيه قائلكم: وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته. ممتاز. هذا الحديث خرجه الحاكم والنسائي في الخصائص. طيب، وفيه ميمون أبو عبد الله البصري الكندي ضعيف، قال أحمد: أحاديثه مناكير. طيب، بعد. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام يومئذ فقال: ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي، ولا أنا تركته، ولكن الله أخرجكم وتركه، إنما أنا عبد مأمور، ما أمرت به فعلت، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. طيب، هذا أخرجه الطبراني في الكبير عن محمد بن حماد قال: أخبرنا حسين الأشقر قال: أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن كثير النواء أو كثير النواء عن ميمون أبي عبد الله. ميمون أبو عبد الله إلى حسين الأشقر كلهم ضعفاء، مسلسل بالضعفاء. جميل. وحسين الأشقر ضعيف جدا، متروك الحديث. يا سلام. إيه نعم. إسناده مظلم. إيه نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك. هذا فيه انقطاع وضعف. خارج بن سعد مجهول الحال، وأبوه لم يدرك، فهو ضعيف ومنقطع مرسل، وأيضا فيه جهالة. جميل. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص البراء بن عازب بن عباس بن عمر وحذيفة بن سيد الغفاري قالوا: كلهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال: إن الله أوحى إلى نبيه موسى أن ابني لي مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا أنت وهارون، وإن الله أوحى إلي أن أبني مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا أنا وأخي علي. هذا عد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. عزاه لمن؟ يقول فيما أخرجه عنهم جميعا علي محمد الخطيب الفقيه الشافعي المعروف بابن المغازلي في كتابه المناقب بالطرق المختلفة. الطرق المختلفة. ونقله الثقة المتتبع البلخي. هذا على كل حال أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات عن الحسين بن عبد الله الأبزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد عن المأمون عن رشيد عن المهدي اللي مر بنا، ويقال فيه الحسين مصاغ له ترنيم في الميزان واللسان، وهذا الأبزاري كذاب. وإملاؤنا هذا ليس استيفاء ما جاء في ذلك من صوت ثابت عن كل من عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم ورجل صحابي من خثعم وأسماء بنت عميس وأم سلمة وحذيفة بن أسيد وسعد بن أبي وقاص وعمر وعبد الله بن عمر وأبي ذر وأبي الطفيل وبريد الأسلمي وأبي رافع مولى رسول الله وجابر بن عبد الله وغيرهم. وفي المأثور من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. فأوحيت إليه: سنشد عضودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، اللهم وإني عبدك ورسولك محمد فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي. الحديث. طيب، هذا الحديث عزاه لمن؟ الثعلبي في تفسيره. إيه نعم. طيب، والثعلبي سند مظلمة. طيب، يكفي أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ضعفها من طرق أخرى من نزول الآية المذكورة في علي، قال: رواه الثعلبي من حديث أبي ذر المطوم وإسناده ساقط. هذا الحافظ بن حجر يقول ذلك، إسناده ساقط. الأخير. ومثله ما أخرجه البزار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي فقال: إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون، وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك، ثم طيب. أرسل إلى بك. إيه أسأل بكر يلا ماشي. أن سد بابك فاسترجع، ثم قال: سمع وطاع، ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى عباس مثله، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن الله فتح بابه وسد أبوابكم. وهذا القدر كاف لما أردناه من تشبيه علي بهارون في جميع المنازل والشؤون والسلام. خلص. ها؟ طيب، هذا الحديث خرجه البزار من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا أبو ميمونة عن عيسى المدني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. طيب، وقال البزار: أبو ميمونة مجهول، وعيسى الملائي لا نعلم روى إلا هذا. قلت: عيسى الملائي؟ قال أبو فتح الأزدي: تركوه. طيب، وقال البزار عفوا الهيثمي قال: رواه البزار في إسناده من لم أعرفه. ثانيا، لو تقرأ الحديث طيب من أوله عفوا، بس الكلمة الأولى في الحديث: أخذ بيد علي فقال: إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون. أيوة. وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك. في أحد يطهر المسجد؟ هل علي يطهر المسجد رضي الله عنه؟ نعم. مسجد بيت الله يحتاج أحد يطهره؟ هذا ما يدلك على ركاكة اللفظ، وأنه لا يمكن أن يقوله النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذه 27 حديث بين أنها لا شأن لها، يعني جرأة هذا الرجل ثم
ينسب إلى شيخ الأزهر: لله أبوك ما أوضح آياتك وأجلها وما أفصح بياناتك وأدلها، فحي على البقية. ولا يناقش ولا حديث، مما يدلك على كذبه على شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى. وأظن المسألة واضحة متوالية المتواثر الجليل. تقدم شيخنا الحبيب. خلصنا الوقت، ما يمدي نكمل. قدر الله ما شاء فعل. أنا توقعت أن نمشي أكثر هذا هذه الليلة، لكن على كل حال أعيد يعني كلامي حقيقة، يعني أنا أقول عندما نتكلم عن حديث ليس بغضا بعلي عندما نضع في هذا، والله الذي لا، لو جاء بحديث عن أبي بكر وهي موضوع مكذوب لقلنا مكذوب. وشوف كتب الموضوعات فيها باب الموضوعات في فضل أبي بكر، الموضوعات في فضل عمر، الموضوعات في فضل عثمان، الموضوعات في فضل علي، الموضوعات في فضل معاوية. ما عندنا مجامل لأحد، هذا دين، هذا دين. وسانيد أهل السنة الله الحمد لله منه طيب واضحة بينة، من خلالها نحكم على هذه بالصحة والضعف بناء على ضوابط قواعد وضوح. أما هكذا متواتر كلام ما له قيمة، كلام ليس له متواترة. أي متواترة؟ أنا الآن أطلب منهم، أعيدك السؤال، أطلب من عامة الشيعة اليوم أن يبحثوا عن هذه المتواترة في كتبهم، وأنا أقول لهم وإن غدا لناظره قريب. لن أقول كما قال امرؤ القيس: اليوم خمر وغدا أمر. لا، ما أقول هذا، أقول اليوم مراجعة 34 وإن شاء الله قريبا مراجعة 62 وتشوفون أحاديثكم المتواترة التي ادعى المسوي تواترها، ومن الحين حاولوا تدرسون هذه الأحاديث. أنا من الحين أقول لكم 40 حديث ذكرها المسوي في المراجعة رقم 62 كلها ضعيفة. أنا أقول هذا، وهو يقول إيش؟ متواترة من طريق العترة، وأنا أقول كلها ضعيفة، وهذه أحاديثكم أنتم، أحاديثكم في أحاديثكم، أكلمكم في أسانيدكم أنتم طيب؟ زين؟ أحاديثكم ضعيفة. نعم. فضل عن أن تكون متواترة. فمن الآن استعدوا. حسنت. واسألوا علماءكم وروحوا حق الحيدري وربعه، خلي يثبتون لكم صحتها. وأنا أقول من الآن باطلة. أحسن الله إليك. والله العظيم. الحبيب، أسأل الله أن يكتب وأن يعلي ذكرك. ونسعدك في الدارين. شكر الله لك شيخنا الحبيب أبا فاطمة. كذلك أنتم أشكركم مشاهدينا، وما زالت المطالبات لعلماء الشيعة وعوامهم أن يناقشون في هذا الكتاب، وما زالت التحديات قائمة، وللأسف أن اتصالات كثير من الشيعة هي خارجة عن سياق البحث، فنرجو من المتصلين أن يكونوا هادئين في نقاشهم وأن يباحثون في نفس المسائل التي نتكلم فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والاستقامة على الحق. نلقاكم في الحلقة القادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أميات، قد بعتها لله ثم رضيت في ركب الهدى.